طيب، أستاذ ورئيس قسم الحساسية والمناعة، بيشرفنا النهاردة حضور ضيفة عزيزة جدا علينا، أستاذ دكتور غادة فودة، استشاري الحساسية والمناعة، اللي هي الحقيقة يعني شرفتنا السنة اللي فاتت وبتشرفنا السنة دي، وبنشكرها جدا على حضورها ووقتها وعلمها. أهلا وسهلا دكتورة غادة. ربنا يخليكي، تسلمي لي. اهلا بيكي، ميرسي قوي والله. انا اللي بشكركم على ان انتوا دايما فاكريني وتكلموني كل سنة. ربنا يخليكم وربنا يجعله علم نافع ان شاء الله باذن الله. بإذن الله يا دكتور. حضرتك النهارده هتكلمينا عن موضوع يعني الـ Extensive Allergen Immune Therapy Protocol for Management of Chronic Spontaneous Urticaria. مظبوط كده. موضوع قوي جدا ما شاء الله. احنا كنا من يمكن السنة اللي فاتت اتكلمنا عن ان السي اس يو او الكرونيك سبونتينيوس ارتكاريا احنا فعلا بنعالجها الحمد لله، بس ما كانش لسه البروتوكول بتاعنا بابلشت ولا واضح. احنا بقى جايين صحيح، المرة دي عاملين له بابلشنج الحمد لله. اوكي، ف نقطة مثيرة جدا للجدل واحنا في انتظارها دكتورة غادة. طيب نبدأ. اتفضلي يا فندم. اوكي، احنا النهاردة موضوعنا اسمه اياد سي اس يو، ده الاسم الحركي او اسم الدلع اللي احنا سمينا بيه البروتوكول بتاعنا، اللي هو Extensive Allergen Immunotherapy Protocol for the Management of Chronic Spontaneous Urticaria. وده نشرناه الحمد لله في الإياكي كونجرس European Academy for Allergy and Immunology في ألمانيا لسه جون اللي فات على طول في 2023. انا لاي حد بس مش عارف انا مين، انا غاده فوده، كونسلتنت اوف الرجي اند ايمونولوجي، بشتغل في مركز المناعه والحساسيه في جامعه الازهر، معايا ماجستير في البالمونري ميديسن وفي الكلينيكال نيوتريشن كمان من اليو كي، واتدربت في رويال برامبتون هوسبيتال والامبريال كولج في اليو كي مع بروفيسور ستيفن دورهام، واتدربت على رابيد دراج ديسنسيتايزيشن مع سيفان بافبيك في انقره، وحاليا بعمل الدكتوراه بتاعتي في الارتكاريا مع بروفيسور ماركوس ماوغر في تشاريتي يونيفرسيتي في برلين، اللي هو من اشهر الناس الانترناشنال يعني بروفيسورز المحترمين جدا في العالم في الارتكاريا. طيب احنا انا بعمل ايه؟ ودايما لما بقول احنا عشان انا مش لوحدي، انا معايا تيم. ف احنا بندايجنوز وبنمانج الادلت اند بيدياتريك الرجي كيسز كلها، بنعمل سكين بريك تيستينج، الرجي تيستينج فور انهيلنتس فود اند دراجز، وبنعمل كمان انهيلنس اميونوثيرابي، اورال فود اميونوثيرابي، اند رابيد دراج ديسنسيتايزيشن. دي العياده بتاعتي، الورك ده كله اتعمل في البرايفت كلينيك دي، اسمها فود اند دراج الرجي كلينيك فور الرجي اند اميونولوجي. وده التيم بتاعي مكون من 4 مساعدين، كل الشكر والتقدير ليهم على مجهودهم الرهيب معانا في العياده. الحمد لله احنا في شهر سبتمبر اللي فات ده اخيرا يعني حصلنا على الشهاده بتاعت الجالين اند يو كير، اكبر منظمتين للارتكاريا في العالم. احنا بقينا ريفرنس اند اكسلنس سنتر ليهم، واحنا اول سنتر، اول اكسلنس سنتر لليو كير والجالين في الشرق الاوسط وفي مصر وفي نورث افريكا. دي الماب بتاعتهم، بس بتبين وتوضح ان احنا هنا في مصر اول ناس في المنطقه دي كلها الحمد لله. طيب العياده بتاعتي تأسست عن طريق والدي الله يرحمه، الأستاذ الدكتور دسوقي فوده، هو اللي علم لي كل حاجة وهو أساس كل الشغل اللي أنا بنشره دلوقتي وبشتغل بيه. نرجع لموضوعنا، إياد سي اس يو أو Extensive Allergen Immunotherapy Protocol for the Management of Chronic Spontaneous Urticaria. Chronic Spontaneous Urticaria is commonly thought to be driven by autoantibodies، يعني الناس كتير مش بتفكر فيها إن هي allergic، بس إحنا لقينا عيانين كتير عندهم allergies more than one inhalant allergens، وده عملنا له assessment by skin prick testing. لحد دلوقتي the effects of allergen immunotherapy في الـ CSU are not well defined. احنا هنا we describe our novel extensive allergen immunotherapy protocol for the management of CSU. اشتغلنا الـ AIT على 43 CSU patients، ودي اصلا retrospective data analysis، ما هياش حاجة prospective. دكتورة غادة انا عاوزك الاول تشرحي يعني ايه extensive allergen immunotherapy، لان احنا ممكن اعملي تعريف الاول بس للترم عشان وايه الاختلاف بتاعه عن الالرجين اميونوثيرابي المعتاد. اوكي، الالرجين اميونوثيرابي المعتاد بيتكون يعني احنا بنعمل سكين بريك تيست للبيشنت، ممكن يطلع لنا وان الرجين بس
يعني البيشنت يبقى بوزيتيف تو وان الرجين او اكتر او 10 او 5. ففي بلاد زي اليوروبيان يونيون كله عندهم قوانين بتنص على ان الالرجين اميونوثيرابي مش هنحط فيه غير اهم 1 or 2 allergen that were positive for the patients for the patient. يعني لو احنا طلع لنا 10 positive allergens مش هنحط غير واحد او اتنين. فبالتالي البيشنت بنفيت هناك ما هواش كويس والاوتكم بتاع التريتمنت ما هواش حلو. لكن مثلا عندنا بلاد زي كندا وامريكا لا، هم ما عندهمش ليميت للنمبر وما عندهمش مشكله، فهم شغالين ببروتوكول شبه بتاعنا. بس برضو ما حدش بيحط كل الالرجنز اللي طالعه. احنا هنا سميناه اكستنسيف الرجين بروتوكول، اميونوثيرابي بروتوكول، لان احنا هنا بنحط كل البوزيتيف الرجينز اللي او الالرجنز اللي طلعت بوزيتيف للبيشنت ايا كان عددهم، حتى لو وصلوا 20 الرجين او عدوا الرقم ده بنحطهم في الالرجين اميونوثيرابي. وبالتالي خدنا نتيجه هايله غير مسبوقه في علاج الكرونيك سبونتينيوس ارتكاريا. وهو ده الفرق، هو ده السمعة الشائعة، الارتكارية مش اليرجيك لانها مش بتتعالج ومش بتستجيب للاميونوثيرابي، لكن لما عملنا كده لانها بتستجيب جدا. ونفس الاكستنسيف الرجين اميونوثيرابي بروتوكول، احنا اللي سميناه اكستنسيف عشان هو فعلا مليان الرجينز كتير، نفس البروتوكول ده بنطبقه على الالرجيك راينيتس والبرونكيال ازمة واي انهيلنت الرجيز. نرجع لمرجوعنا هنا، اتمنى ان انا اكون رديت على حضرتك وكان واضح. يعني هو احنا كنا بنسميه مالتي او بولي ومونو، مش هو ده تقصديه؟ هو قصده شويه كده، بس هو المالتي معمول في العالم كله، بس مالتي يعني كام؟ يعني ممكن يكون اخرنا 2 3 4 5، لكن مش متعارف عليه ان لو عدد الالرجنز فور سام بيشنتس طلع كبير قوي ان احنا هنحط كل العدد ده في في الالرجين اميون ثيرابي. لا، عاده كنا هنختار ونفضل وندور على المور سيفير او البيجر رياكشنز هي اللي نحطها في الالرجين اميون ثيرابي، لكن هنا احنا ما بنعملش كده، حط كله سواء مودريت او مايلد او سيفير، كل البوزيتيف الرجينز بتتحط. لان احنا لاحظنا بمرور الوقت مع البيشنتس سنين قبل كده ان لما بنحط السيفير الرجينز بس ونسيب المايلد او المودريت ونهملهم، باي تايم المايلد بيتطور يبقى مودريت ويبقى سيفير باي تايم. فاحنا بنكون عمالين نعالج في السيفير والبيشنت البروجنوزس بتاعه مش حلو ومش بناخد ريزلت كويس، ده لان في الرجنز تانيه مهمله كانت مايلد واحنا سبناها واشتغلنا على السيفير بس وهي تطورت في السيفيريتي بتاعتها، فبالتالي عملت سيمتومز للبيشنت واحنا مش بنعالجها وبنعالج حاجات تانيه. فاحنا هنا حاطين كل البوزيتيف الرجنز ايا كان درجه السيفيريتي بتاعتها وايا كان عددها، فعشان كده هيبقى كبير شويه. بس هي دي كل الفكره. شكرا، اسف المقاطعه. لا خالص، اهلا بحضرتك. طيب احنا اشتغلنا على 43 patients اللي اخدوا immunotherapy عندنا في العياده في الفتره اللي فاتت، والكلام ده تم الداتا اناليسيس دي في 2022. كانوا 43 patients اللي اخدوا immunotherapy مع chronic spontaneous urticaria. We have assessed the changes في disease activity and impact والسيفيريتي كمان بتاعت الديزيز. كنا بنعرف ده ازاي؟ عن طريق الارتكاريا اكتيفيتي سكور UAS7، ده سكور متعارف عليه عن طريق كويستشنير موجود عالميا، هو واحد مترجم للغات كتير استخدمناه، سالنا البيشنتس الاسئله اللي فيه وبنطلع السكور بناء عليها اللي هي بيدل على السيفيريتي اوف كرونيك سبونتينس ارتكاريا عندهم. وكنا بنعمل فولو اب للسكور ده كل شهرين، نسال البيشنتس عملتوا ايه، السكور وصل لفين، ونتابع عشان نشوف السكور بيعلى او بيقل او بيفضل ستيشنري زي ما هو. استعملنا كمان سكور تاني اسمه درماتولوجيك كواليتي اوف لايف اندكس DLQI، لان الارتكاريا والالرجي عموما بس الارتكاريا بالذات بتاثر بشده على الكواليتي اوف لايف اوف ذا بيشنت وبتبوظها خالص. طيب الميثودولوجي بتاعتنا was that all our patients have tested positive by skin prick test لات ليست 1 allergen او اكتر. احنا البانل بتاعتنا بتتكون من 40 allergen ودلوقتي حاليا زودناها كمان خليناها 45 allergen، فكل البيشنتس بتوع الارتكاريا لما عملنا لهم السكين بريك تيستينج ات ليست دي وير بوزيتيف تو 1 اور مور allergens. وانا بصراحه شخصيا ما شفتش بيشنت سنسيتيف لالرجن واحده، هو دايما بيبقى مالتيبل allergens. عايزين نقول حته مهمه جدا هنا، ان getting accurate positive results من السكين بريك تيست في السي اس يو بيشنت محتاجه الاكسبيرينس اوف ا جود كلينيشن عشان يقدر ايفالويت ماني كلينيكال بارامترز في السي اس يو بيشنتس اللي هم اصلا في معظم الوقت السكين بريك تيست بتاعهم عنده لو رياكتيفيتي. يعني السي اس يو بيشنتس بالذات ما هماش نيجاتيف للسكين بريك تيست، ما هماش نون اليرجيك، جزء كبير منهم اليرجيك، لكن عندنا تشالنج في ان السكين بريك تيست بتاعهم بيدي لو رياكتيفيتي شويه عن المتعارف عليه.
زي كده ما الناس بتختلف في طبيعتها وعندهم different pain thresholds، في واحد عنده pain threshold عالي وواحد واطي، فاحنا لاحظنا ان البيشنت بيبقى الرياكتيفيتي بتاعته ممكن تكون عاليه او واطيه، وده لا ينفي وجود الالرجي وان هي كمان very severe عنده. فاحنا اول حاجه بنتاكد ان نعمل بوزيتيف كنترول ونيجاتيف كنترول، ونتاكد 100% ان البوزيتيف كنترول ده از فيري رياكتيف. لكن لما البوزيتيف كنترول يبقى مايلدلي رياكتيف، احنا بنقول للبيشنت هنروح وهنأجل التست اسبوع او اتنين ونجيبه ونعمل البوزيتيف كنترول تاني. وي دو نوت بيرفورم ذا تيست انتل ان البوزيتيف كنترول يشو فيري جود رياكتيفيتي. المتعارف عليه ان البيشنت يبقى اوف انتي هيستامينز من يومين لخمس ايام وكده التست يبقى فاليد، بس في الحقيقه احنا بنلاقي ان في بيشنتس كتير محتاجين يوقفوا الادويه مده اطول، بتصل لاسبوعين وثلاثه وشهر واكتر، لان بيشنتس جايين لنا عندهم سيفير سي اس يو وممكن يكونوا واخدين ستيرويد انجكشنز فتره، فدي بتاكيوميليت كتير عقبال ما تطلع من الجسم ويبقى البيشنت رياكتيف للسكين بريك تيست. هو ده التشالنج، ان احنا نعمل سكين بريك تيست صح. يعني مثلا لو انتوا شايفين السهم ده معايا ما نقدرش ننفي، انتوا شايفين السهم معايا، انا بعلم هنا اوضح بيرفكت تمام، ما نقدرش ننفي ان الرياكشن هنا از مور سيفير ذان البارت دي، يعني ده شكله نيجاتيف وده شكله بوزيتيف حتى لو صغير. ما نقدرش ننفي ان هنا رغم ان هو شكله صغير والفلير بتاعه مش قوي ان هو بوزيتيف ان كومباريزون تو ذس وان. فال a good accurate skin prick test هو الroad to a successful allergen immunotherapy. عرفنا نبص كويس وندقق وناخد مقارنات ونطور في البيشنت نفسه مين البوزيتيف من النيجاتيف، هنعمل AIT صح. بعد ما بنطلع الريزلت بتاع السكين بريك تيست للبيشنت، an AIT or an allergen immunotherapy plan بتبقى tailored for each patient. ما عندناش بلان موحده لكل البيشنتس، كل بيشنت على حسب ايه البوزيتيف عنده بنعمل له بلان للallergen immunotherapy. ومش كل البيشنتس على فكره بوزيتيف للهاوس داست مايت خالص، في ناس كتير فعلا بيبقوا نيجاتيف ليه. طيب احنا هي دي بقى ازاي هنشرح هنا عملنا الاكستنسيف اميونوثيرابي بروتوكول بتاعنا. بنجيب التوتال نمبر اوف بوزيتيف الرجنز فور ايتش بيشنت، وي ديستريبيوت ذس نمبر على ا نمبر اوف بوتلز او جروبس زي ما بنسميهم. يعني نفترض البيشنت عنده 24 الرجن بوزيتيف، ما اقدرش احطهم في ازازه واحده للاميونوثيرابي، لازم ادستريبيوت ده. فبعمل بلان بديستريبيوت فيها وبكتب جروب A هياخد 7 allergens، وبكتب عندي اسماء الallergens بيبقى عندي الفايل ده في العيادة، وجروب B 6 allergens مثلا، وجروب C 8، ومثلا جروب D 3 allergens اللي هم هنا مثلا in this case would be يعني fungi و molds. بعد ما بنعمل كده each patient will receive 1, 2 or 3 groups of AIT subcutaneously كل شهرين، واحنا بنحاول فعليا ان احنا ما نزيدش عن 4 جروبس مهما كان البيشنت عنده عدد كبير من الالرجنز، عشان ده بيسهل السكادجول بتاع الانجكشنز عندنا. طيب اي اي تي واز ستارتد وذ دايليوشنز 1 تو 1 مليون، يعني احنا كده اخف من الستاندرد في العالم اللي هو اخرهم 1 تو 100,000، احنا بنبدا اخف منهم شويه 1 تو 1 مليون. however patients with high UAS 7 score وعندهم more severe urticaria will start the AIT with further dilutions علشان to avoid any adverse effects. فاحنا المفروض normally لو شايفين برضو السهم معايا احنا ده normal بتاعنا 1 to 1 million، لكن وده طريقة التحضير بتاعتنا اللي في العيادة، لكن بصراحة most of the patients بيبدأوا من 100 million ممكن ياخدوا dilutions أعلى ل 10 billion. نقعده في العيادة ونعمل له observation بعد ال first injection نكتشف انه حصل له سايد افكتس فنخفف اكتر واكتر. احنا حتى وصلنا في العياده لتخفيفات يعني ما سمعناش عنها قبل كده نظرا للسيفيريتي بتاعه اعراض البيشنت مع كميه الالرجنز اللي عنده الكتيره. طب احنا بنستعمل ايه؟ احنا بنستعمل ستاندردايزد سكين تيست الرجنز اند اميونوثيرابي تريتمنت من ويل نون مانيفاكتشرز وورلد وايد، زي مثلا ستالرجنز جرير واي ال كي وشركات تانيه معروفه كتير. We call this extensive AIT protocols عشان زي ما قلنا احنا بنحط كل العدد بتاع الالرجنز مهما كان عددهم كبير. The patients will receive bi-weekly doses، يعني كل جروب هياخد منه مرتين في الاسبوع لحد ما يكمبليت البيلد اب فيز بتاعته في around 1 year. وبصراحة لو البيشنت واخد تخفيفات عالية جدا هيمتد البيلد اب فيز لسنة ونص كمان، وبعد كده followed by maintenance phase for 2 more years. احنا التارجت بتاعنا نوصل ان الالرجين اميونوثيرابي ديوريشن البيلد اب زائد المينتنس ما يقلش عن 3 سنين ابدا، بره ممكن يوصلوا 5 سنين، انما احنا الحمد لله في العياده عندنا ما احتجناش ابدا ان احنا نوصل 5 سنين، وباي 3 ييرز بتكون كل الناس متعالجه وعامله مينتنس كويس جدا.
طب الريزلتس بتاعتنا هنا ايه بعد 12 شهر من الالرجين اميونوثيرابي؟ هنا بنقارن من البيز لاين اللي هو زيرو قبل ما يبدأ كان السكور بتاعه كام، اليو اي اس 7 سكور، بنقارنه ب 12 شهر حتى لو ما كانش خلص البيلد اب فيز، بس دي الاستادي بتاعتنا كانت بتنكلود الديوريشن دي. فلقينا ان في هايلي سيجنيفيكانت امبروفمنت في السيفيريتي اوف سيمبتومز بتاعت اليو اي اس 7 وبتاعت كمان الكواليتي اوف لايف. هنا الجراف ده بيشو السيفيريتي اوف سيمبتومز في اليو اي اس 7، لو شايفين هنلاقي الافريج نمبر اوف بيشنتس في العياده كان اراوند، سكور بتاعهم كان اراوند 35، طبعا في ناس عدت ال 40 كمان بس ده الافريج يعني. ولو هنبص هنلاقي الدروب وصل هنا بعد 12 شهر لالموست زيرو او ازيد حاجه بسيطه، وفي ناس كتير زيرو. هنراعي حاجه تانية ان السيجنيفيكانس اوف تشينج، الفرق الجامد جدا في الدروب في السيمتومز حصل قوي بين الشهر في اول شهرين وفي الشهرين اللي بعدهم لحد الشهر الرابع، يعني هنا نزلنا حوالي 30%، هنا نزلنا بعد الشهر الرابع بس يعني مجرد جرعتين، لان الجرعه بتقعد شهرين، مجرد جرعتين اميونوثيرابي وصلنا ل 50% دروب في السيفيريتي اوف سيمتومز باي ذا سكور. هنلاقي ان التطور بعد كده ما هوش سيجنيفيكانت، مش عشان البيشنت ما بتحسنش، هو بيتحسن لكن التشينج ما بقاش قوي لان احنا عملنا معظم التشينج في الاول، بس فضل يتطور ويتحسن لحد ما في الاخر وصل عند 12 شهر للسكور الحلو اللي احنا شايفينه ده. هبة واحدة of our patients، لو نشوف السكين بتاعها كان حالته ازاي، وهبة كانت جاية زي معظم patients في حالة desperate جدا، سنها 35 سنة، عندها severe CSU plus كمان angioedema، والسيمتومز بتاعتها مستمرة طول السنة، وكانت بتعاني بقالها 4 سنين ومش controlled على maximum dose of antihistamines، ولفت على دكاترة كتير and she has no other comorbidities، واليو اي اس سكور بتاعها كان 42 at the start. After this is the skin of Heba. اليو اي اس بقى 7 وبعد 8 شهور، والارتكاريا disappeared completely بعد 8 شهور، الانجي دي ما طولت شوية and it disappeared after 2 years. نعم؟ وهبة بقت من complete responders بتوعنا. نرجع للاستادي والاناليسيس بتاعتنا. فور ايتش بيشنت احنا لقينا ان الافريج توتال الرجين نمبر، الافريج يعني بيزيد وبيقل طبعا بلس 6، كان 14، وان النمبر جروبس اوف اي اي تي اللي البيشنت كان بياخده 2 بلس اور ماينس 1، بس اكيد في بيشنتس خدوا 1 جروب بس وفي بيشنتس خدوا 4 جروبس. سريعا كده عشان دايما الناس بتسال عن البريفالنس اوف الرجينز، احنا لقينا بيزد على التستنج بتاعنا البريفالنس اوف الرجينز، اول حاجه المايت، بعدين ميكسد كوكروتش، بعدين استراليان باين، وبعدين الاسبرجيلس ماجورت، دخلنا هنا في البولنز المفصله وهي اساس المشكله كلها، ما هياش الهاوس داست مايت قد ما هي السيفيريتي بتاعت البولن الرجي. فاحنا عندنا البولنز ار انديفيديوال بولنز، ماجورت، يوكاليبتس، اورنج، ويت، سان فلاور، كل الحاجات دي لما بتتعمل انديفيديوالي هي دي اللي بتفرق، تورينا البيشنت از الرجيك تو ايه، وبالتالي العلاج بيبقى ناجح جدا، غير لما يبقى عندنا بس ميكسد جراس وميكسد تريز بس، this is not enough. احنا هنا عملنا لنفسنا allergen panel key للحاجات بتاعتنا، المايت اديناها رقم 1 وكل حاجة اديناها رقم عشان تسهل علينا كتابة الاميونوثيرابي بلان. دي example للاميونوثيرابي بلان بتاع كذا patient، يعني ده patient 1 و patient 4 و patient 13. فنلاقي مثلا patient number 7 ده كان عنده اعراض واضح انها كانت moderate مش كبيرة قوي، وبالتالي البوزيتيف الرجينز عنده كانوا اراوند 7 الرجينز بس مش كتير، حطيناهم في باطل واحده وادينا له دايلوشن 1 تو 10 مليون، برده دايلوشن حلو جدا ما هوش عالي، فالبيشنت ده كويس تمام. لكن نيجي نقارنه بقى ببيشنت زي بيشنت نمبر 13، هي هاد فيري سيفير سيمتومز، عنده نمبر اوف الرجينز بوزيتيفلي رهيب، وزعناهم على 4 باطلز، وكمان الباطلز واخده اكتر من الكاباسيتي بتاعتها، وكمان واخد دايلوشنز وصلت لبليونز وتريليونز كمان، ده نظرا للسيفيريتي اوف الرجينز بتاعته، والحمد لله الاثنين اتعالجوا. عايزين بس نقول ان كان في سيجنيفيكانت امبروفمنت، بنؤكد على الحته دي، وان الامبروفمنت اللي تشينج شفناه في الاول قوي اكتر وفي الاخر اكتر rather than in the middle of the course. وعايزين نقول ان there were very minimal very minimal فعلا الحمد لله adverse effects during the treatment with allergen immunotherapy which were avoided، يعني لو حصل اصلا adverse effect هتبقى avoided by further dilutions or by antihistamines. After starting the allergen immunotherapy الحمد لله the patient's response to antihistamines، لو ما كانش اصلا بيستجيب بقى يستجيب للانتيهستامينز،
واتحسن باي تايم، وفي بيشنتس بعد كام شهر بطلوا الانتي هيستامينز خالص بعد ما كان اصلا مش نافع معاهم اي حاجه، وكانوا عايشين على حقن الاستيرويدز و الاي في او الانتراماسكولار انتي هيستامينز. Most of our patients who started the maintenance phase بقوا الحمد لله symptom free واليو اي اس سكور بتاعهم بقى زيرو. The most prevalent inhalant allergens احنا قلناهم. احنا لحد اللحظه دي ده اللي نشرناه في الاياكي في من 4 شهور. جينا بعد كده بروفيسور ماركوس ماوغر لما شاف الاستادي دي الكلام جديد جدا بالنسبه لكل الناس، فطلب مننا ان احنا ناخد الاستادي تو ا ديبر ليفل وانفستيجيت اكتر ونعمل داتا اناليسز اكتر. فالداتا اناليسز دي اتعملت بعد الاولانيه بست شهور تقريبا، وعدد البيشنتس ذات وير انكلودد في الداتا اناليسز الجديده بقوا 52 بيشنتس. احنا دورنا هنا على البيشنت كومبلاينس للاي اي تي، كم واحد بيلتزم وكم واحد بيمشي وايه اللي بيحصل، لان لحد الوقت ده اللي هو اولموست من سنه يناير اللي فات 2% بس من البيشنتس هاف كومبليتد الاي اي تي لحد 3 سنين، و 52% لسه مستمرين فيهم معانا في العياده، و 46% دروب اوتس. دروب اوتس دول يعني اختفوا مشيوا وقفوا تريتمنت. طيب when did the patients drop out، يعني امتى حصل، هل ليها ميعاد معين؟ احنا لقينا ان البيشنتس ممكن يدروب اوت في اي لحظه، بعد شهرين، بعد 4، بعد سنه، الماجوريتي دروب اوت بعد سنه. طيب ايه اسباب الدروبنج اوت؟ قعدنا نكلم كل البيشنتس وننفستيجيت الموضوع انتوا مشيتوا ليه، لقينا ان اهم سبب واشهر سبب الترافلنج اواي، يا اما بيشنتس مش مصريين اصلا جمله من بلاد بره ومفروض خدوا معاهم اميونو ثيرابي كافيهم 6 شهور او سنه وكانوا عايزين يرجعوا ما عرفوش يرجعوا، يا اما بيشنتس مصريين مقيمين بره مش عارفين برضو يرجعوا ياخدوا الاميونو ثيرابي بتاعهم. تاني سبب طبعا هو الفاينانشال ايشوز للاسف، وتالت سبب ان البيشنت ما حصلوش امبروفمنت، واحنا هنتكلم ليتر اون ايه الاسباب البوسيبل فور نو امبروفمنت. من الاسباب المهمه والمؤسفه للنو امبروفمنت هي الكولد ارتكاريا. لما البيشنت اللي عندنا عنده كولد ارتكاريا، الارتكاريا ما بتجيلوش غير في الشتاء بس وبعنف شديد، اما بقيه السنه هو كويس تماما، للاسف التو بيشنتس دول ما تحسنوش خالص معانا، دول البيشنتس الوحيدين ما تحسنوش. يا اما اسباب تانية زي ان البيشنت يتحسن جدا فيوقف، يقول انا بقيت كويس فيوقف، او يزهق فيوقف، او البيشنت ان كومبلاينت مش قادر يلتزم، او داخل في ديبريشن لاي سبب فخلاص بيوقف ادويته وكل حاجه في الدنيا، او حصل له كومبليت ريكفري فقال كده كفايه عليا برده مش هكمل، او ان البيشنت ان ريتشبل احنا مش عارفين نوصل له بعد التايم ده كله، لما بنكلمهم مش بيردوا علينا او ان ريتشبل. طيب الديوريشن اوف كرونيك سبونتينيوس ارتكاريا سيمبتومز قبل الالرجين اميونوثيرابي، هل ده هيفرق معانا ولا لا؟ هنشوف. احنا جالنا بيشنتس يعني بقى لهم سنين تعبانين، الديوريشن اختلف، في اللي بقى له 3 سنين واللي بقى له 10 سنين واللي بقى له 28 سنه واللي بقى له 6 شهور، فعندنا كل حاجه، مفيش ديوريشن معين بيجي لنا يعني. طيب ايه هي الدروب اوت ستوري؟ لما قعدنا كده وصلنا لشويه من الناس الدروب اوتس اللي مشيوا وقعدنا ندور وراهم شفنا ايه اللي حصل لهم، السيمتومز بتاعت الارتكاريا اختفت بعد 6 شهور من استخدام الالرجين اميونوثيرابي، هم دروبت اوت بعد 12 شهر، قالوا احنا كده بقالنا 6 شهور كويسين وزي الفل فندروب اوت بقى. قامت السيمتومز عند بعض الناس طبعا دي اكزامبلز رجعت بعد 12 شهر بمجرد ما وقفوا الاميونوثيرابي، ان هم مخلصوش وموجوده بس في some patients كانت مايلد وكانت probably due to related food allergy. نيجي الاذر patients اختفت ال CSU 6 شهور، عملوا دروب اوت بعدها بشهر، رجعت تاني بعد دروب اوت ب5 شهور وده اكتر حاجة منطقية. في اللي اختفت بعد 8 شهور عملوا دروب اوت بعدها بشهرين رجعت على طول، وفي نفس القصة مكملة. طيب ايه الانجيو دي موقفها ايه معانا؟ احنا كنا اساس الشغل بتاعنا CSU، بس طبعا في ناس كتير CSU انجيو ديما، فلقينا ان 30% من our patients او تلت البيشنتس يعني عندهم انجيوديما والباقي ما عندوش. طب الريسبونس اوف انجيوديما تو اور الرجين اميونوثيرابي كان ايه؟ عندنا توتال امبروفمنت اوف 50% اوف بيشنتس اوف انجيوديما مع السي اس يو، ده رقم هايل. بارتشال امبروفمنت 11% تقريبا، وهم ان شاء الله في طريقهم للتوتال امبروفمنت. في نو امبروفمنت حوالي 22%، وفي بيشنتس هو ار نوت ريتشبل حوالي 17%، مش عارفين اصلا ايه اللي حصل لهم. طيب الانجيوديما سيمتوم ديسابيرنس من بدايه الاميونوثيرابي، هل هي متماشيه تماما مع السي اس يو ولا بعيده؟ فمعظم البيشنت هنلاقيها ان هي الاثنين اختفوا مع بعض، السي اس يو والانجيوديما، هنا الاثنين عند 6 شهور،
الاثنين عند 4 شهور، الاثنين عند شهرين. لكن هنلاقي بعض الناس السي اس يو اختفت الاول عند 8 شهور والانجيوديما عند 24 شهر، وهنلاقي العكس ناس اختفت الانجيوديما الاول والسي اس يو بعدها عند 6 شهور. طيب السي اس يو كورس اوفر ذا يير اونلي يعني 15% وير سيزونال، لكن بعد كده 85% من البيشنتس وير سيفير سي اس يو. الناس مش بتوصل لنا غير لما توصل لمرحله السيفيريتي القويه دي وتبقى الاعراض مستمره عنده طول السنه. اوفر اول ريسبونسيفنس تو اي اي تي، ودي اهم حاجه كان لازم نعرف احنا وضعنا ايه في البروتوكول ده. احنا الحمد لله عندنا اولموست 33% من البيشنتس ار كومبليت ريسبوندرز، خفوا تماما ولا بياخدوا ادويه ولا بيجي لهم اي سيمتومز. عندنا بارتشال ريسبوندرز 44%، ودول ان شاء الله في طريقهم ان هم يبقوا كومبليت ريسبوندرز لما يخلصوا الكورس بتاعهم. وعندنا نون ريسبوندرز 23% بس، يعني عندنا اراوند 77% ان شاء الله ناس بيخفوا معانا، وده ريت هايل. يعني عاده المتعارف عليه في الارتكاريا ان الناس ما بتخفش وان هو مرض كرونيك وبس، هيفضل طول عمره على ادويه، وهو نصيبه بقى الادويه هتعرف تعمل كنترول ولا لا، ونفضل نغير له بيولوجيكال وانتي هيستامينز. لكن لما يبقى عندنا بجد اكتوال كيور لحوالي 77% من البيشنتس، فده حاجه حلوه الحمد لله. طب ايه البوسيبل كازز اوف بارشال اور نون ريسبونسيفنس؟ دورنا وراها ليه دول ما اتحسنوا نص نص، او ليه دول ما اتحسنوش اصلا. فعندنا سبب مهم جدا وصلنا له، ان many of these patients اصلا عندهم food allergies as a comorbidity. واحنا كده كده لما بنعمل skin prick test لاي عيان انجيوديما او ارتكاريا لازم نعمل inhalants وفود، لان الفود مهم في الحالة دي. So احنا في العيادة عندنا we treat the food allergies using OIT او oral immunotherapy. لكن many patients once ان هم يريسيف الallergen immunotherapy for inhalants بينجلكت الفود خالص، ولا بيرضى يوقف الفود ولا يأفويد ات، ولا بيرضى يعمل تريتمنت الفود معانا بالاو اي تي. اهو بيعتبر نفسه دخل في قصه الانهيلنس وبدا ياخد الانجكشنز بتاعتها، فبيقول خلاص. للاسف ده بي اند اب وذ بارتشال اور فيري مايلد ان نوتس امبروفمنت. ما انا لما عمال امبروف الانهيلنت لكن سايب تاني اذر كوزز مدياني سيمتومز، فمدياني عامله لي ماسكينج للامبروفمنت، وبعدين البيشنت مش مستريح. الأمور التي بات النازحون يملأ البيشنت، أو لقينا سبب تالي للبارتشل أو النون ريسبونسيفنس، وهو إن البيشنت لسه في أول الـ AIT، لسه ما جابش الإفكت بتاعه. فوقت الداتا كولكشن وإحنا بنجمع الداتا دي كان البيشنت لسه في الأول، فات عليه 2 شهر، فات عليه 4، لسه ما جابش نتيجة. وخصوصا البيشنتس اللي بادين بدايليوشنز عالية جدا جدا زي البليونز والتريليونز، دول محتاجين وقت كتير عشان يبتدوا يدخلوا في التركيزات اللي بتجيب نتيجة، زي بقى ال 1 مليون أو ال 100,000 أو ال 10,000. فعشان كده ممكن يكون ناس احنا نسمينهم نون ريسبوندرز عندنا، ده نظرا ان وقت الداتا اناليس كانوا لسه في الأول ما جابوش نتيجة. طيب او ان البيشنت، تالت سبب انه يكون دروب اوت. فلما يكون البيشنت مشي واختفى، ما احناش عارفين هو ريسبونسيف ولا مش ريسبونسيف، ما احناش عارفين اصلا هو كمل في الاي اي تي لونج انف ولا لا، هو اختفى ومش بيرد وكان بياخد مننا الاي اي تي وما بقاش موجود. طيب نرجع بقى نقول الكوموربيديتيز. لقينا انه 70% تقريبا من البيشنتس بتوعنا سي اس يو تماما، سي اس يو او سي اس يو انجيوديما، بس سي اس يو بس، و 30% هم اللي عندهم other allergic comorbidities. وده بينفي المقولة او الاعتقاد الشائع انه البيشنت اللي عنده ارتكاريا اللي هيستجيب للallergen immunotherapy او اللي هو يعتبر allergic، هو البيشنت اللي الارتكاريا معاه مصاحبها allergic rhinitis او bronchial asthma او other allergic disease. لا، احنا هنا بنقول ان 70% من البيشنت كانش عندهم اي other allergic disease ومع ذلك استجابوا، وهما طلعوا كده، ده يثبت ان هما allergic في عدم وجود اي other allergic comorbidities. طب ايه types of comorbidities التانية اللي في CSU اللي لها في CSU patients؟ food allergy حوالي تلت البيشنت، حاجة شائعة جدا. allergic rhinitis اكتر من التلت، bronchial asthma اقل من التلت، drug allergy 2%، thyroid disease طبعا مهمة جدا 7%. ف عادة بقى بيجيلي نسبة مش قليلة من العينين عندهم كل ده، عندهم المنظر كل الالوان اللي احنا شايفينها وكل الديزيزز دي في عيان واحد، لان هي اتوبيك ديزيز واتوبيك مارش، وهو عبال ما بيجي بيكون كل ده وصل عنده. مش كل الناس كده طبعا، بس جزء من العيان مش قليل. When we took a deeper look we found that in the overall responsiveness للallergen immunotherapy in CSU and angioedema is very promising.
So either there is complete responsiveness or partially responding patients who are on their way to complete responsiveness. We're taking another deeper look, لقينا بقى إن وجود perennial or seasonal differences, وجود angioedema or not, ال duration of CMCU symptoms مهما طالت أو قصرت قبل ال starting بتاع ال allergen immunotherapy, كل العوامل دي did not affect the response of the patient to AIT. In all different cases, في الحالات دي كلها عندنا complete و partial و non-responders. فكل العوامل دي ما فرقتش خالص في الاستجابة بتاعت الـ AIT. هو يا بيستجيب يا ما بيستجيبش. طيب, we have noticed that the number of allergens that the patient is allergic to برضو had no effect on the response to AIT. مش معنى ان العيان عنده allergens كتير انه مش هيتحسن كويس, واللي عنده allergens قليلة هيتحسن كويس. خالص. ملهاش اي علاقة برضو. So the take home message here is that CSU is allergic in nature in many patients, but until now these allergic mechanisms are not clearly recognized. So to our knowledge, ولنا الفخر الحمد لله ان اول paper to evaluate the allergen immunotherapy in the management of CSU تكون طالعة من مصر, ومفيش حد قبلنا اتكلم بالتفاصيل دي عن الallergen immunotherapy في علاج CSU. Performing an extensive AIT protocol, AIT CSU, that allows the addition of the positive allergens, of all the positive allergens in the patient's SPT, regardless of how many they are, is the cornerstone of success of AIT in treating the CSU symptoms sustainably, even after stopping the AIT. احنا التارجت بتاعنا حاجتين او ثلاثة. التارجت بتاعنا ان البيشنت يخلص الاميونوثيرابي, يبقى سيمتوم فري تماما من الارتكاريا, ويبقى ما بياخدش اي انتي هيستامينز ات اول, ويبقى سستينبل, يعني يقعد سنين طويلة بعدها بنفس الافكت بتاع التريتمنت ده, لا بياخد ادوية ولا عنده سيمتومز. والحمد لله احنا في بيشنتس اوريدي عدوا الثلاث سنين والاربع سنين معانا حاليا, واحنا متابعينهم يعني, والحمد لله هم كويسين وما زالوا كويسين. And thank you. بس احنا كده خلصنا الطاق بتاعتنا النهاردة, واتمنى تكون عجبتكم. Thank you. يعني ألف ألف شكر دكتورة غادة. الحقيقة يعني أنا عايز أقول حاجة, أنا بنفسين كده أنا من مناصري الإميون ثيرابي في علاج الأرتكاليا. الحمد لله. وحضرتك حطيتني يعني نقف على الحروف, إن المحاضرة جميلة جدا, وحضرتك ناقشتي الأبروتش إن ديتيل. فيعني أنا بشكر حضرتك جدا, حضرتك ما بخلتيش علينا بالعلم وبالتجربة, حضرتك يعني اتحت لنا فرصه لان احنا عايز, انا شخصيا عايز اسال حضرتك اسئله كثيره جدا. اتفضلي قولي. بس طبعا هنبتدي باستاذتنا المشرفانا استاذ دكتور فوزيه. شكرا يا سيلفيا. اهلا دكتوره غاده. اهلا دكتوره. سعيده بيكي جدا والله, شرفتينا وحشتينا, بقالنا كتير ما شفناكيش. ربنا يخليك. وما شاء الله يعني يعني استدي هايلة جدا. انت كنت اجرأ من يعني من اسمنا بحاله. احنا بقالنا كتير جدا بنشتغل على الالرجين ميونوثيرابي في الكورونت سبونتينيوس ارتكاليا, رغم ان احنا بنقابل لو يعني في ميتينجز او بنقابل افرادات او التخصصات التانية بيعترضوا ان الالرجين اميونوثيرابي از نوت ان ابروفد تريتمنت اوف كرونيك سبونتينيوس ارتكاريا. هو طبعا مش ابروفد, بس احنا بناكد النتائج اللي انت طلعتيها, طبعا نتائج هائله جدا. احنا متاكدين معظمنا اشتغلنا على الالرجين اميونوثيرابي, وكلنا بنمارسه في الكرونيك سبونتينيوس ارتكاريا, لان احنا لقينا فيه نتائج كويسه رغم ان الجايد لاينز مش بتحطه يعني. يعني زي ما قلت ان احنا يعني كنا يمكن في مره في مؤتمر الجلديه متهيألي كان حاجه تبع اسمنا, كان حد من الجلديه قام بيعترض بشده على وجود ان احنا بنستعمل الالرجين امينو ثيرابي. احنا اثبتنا والحمد لله ان هو بينفع, عشان محدش يطور التاني في الكرونكس بتاعتك, وان احنا متهيألي زمايلي مش عارفه الصوت حاسه انه مقطع ولا مش عارفه. هو انا طبعا يعني انا من مرجعين الالرجين اميونوثيرابي في الكرونيك سبونتينيوس ارتكاريا, حتى رغم ان ده اجينست الجايد لاينز, لان انا شفت نتائج كويسه جدا منه على مدى 30 سنه او اكتر. ومتهيألي معظم زمايلي شافوا كده.
بس كان ليا بس سؤالين. فطبعا يعني برافو عليكي انك انت دخلتي عش الدبابير وعملتي البيبر. احنا يمكن كلنا ما اعرفش، انا ما عملتش بيبر على الالرجين امينو ثيرابي في البنكرياس ارتكاريا، ما اعرفش زمايلي عملوا ولا لا، بس برافو عليكي دخلتي عش الدبابير وبكل جرأة يعني نشرت الاستادي بتاعك. بس انا كنت بسألك على كده، متهيألي قلت حد في بيبقى 24 او كده حاجات بوزيتيف او كده. بس طب هل ده مش ديرموغرافيزم او كده؟ مش لا بنلاقي ديرموغرافيزم في الارتكاري كتير. هقول لحضرتك، حضرتك عندك حق طبعا، بنلاقيه كتير ارتكاريا او غير الارتكاريا في اي حد. ده احنا الفيصل عندنا في الاول قبل ما نبدا التست ان احنا نعمل نيجاتيف كنترول وبوزيتيف كنترول. معلش ما سمعتش اخر جمله. لازم نيجاتيف كنترول بالظبط، هي دي فايده النيجاتيف كنترول بتاعك. انا النيجاتيف كنترول بتاعي هو ده اللي بحدد على اساسه البوزيتيف هيبقى شكله ايه، بوزيتيف الرجنز. فانا لو النيجاتيف كنترول بتاعي ويل صغيره، اي حاجه اكبر منها ب 2 او 3 مليمترز بتبقى بوزيتيف. طب انا لو النيجاتيف كنترول بتاعي اصلا كمان فيه فلير وفلير محترم ومش قليل، طب ما ده النيجاتيف، يبقى انا في الحاله دي انا بعرف ان البيشنت عنده ديرموغرافيزم لانه طالع له فلير مع النيجاتيف كنترول. فبالتالي كل الفليرز اللي طالعالي في الرياكشن انا برضو بعمل حسابي ان انا مش هحسبها بوزيتيف انليس ان هي اكبر من الفلير بتاعت النيجاتيف اتليست برضو باي 3 مليمترز. فهي دي فايده النيجاتيف كنترول، بيحميني من ان انا افتكر ان الديرموغرافيزم هو بوزيتيف الرجنز. تلاقي العدد الكبير او ده احيانا بنلاقي كده. معلش السؤال مش واصلني، العدد الكبير بنلاقي فيه ايه؟ اتعودنا يعني الاسباب يعني بنختار يعني اكثر حاجه يعني مش بحط مثلا يعني ما بنديش مثلا 24 مثلا او او 20 او 10 حتى. استاذ دكتور سعيد ابو جابر الله يرحمه كان من انصار ان هو يحط كتير، نحط 12 و14. كان والله عايزينه بتلاقيهم بيرسبوند كويس يعني. كنت برضو عايزه اسالك سؤال، اخترت العيانين يعني من اساس ايه ان اخترتي دولت، ولا ده كان جاست سامبل؟ لا حضرتك دول عملنا ايه نستربي؟ هل العيانين دول اخدوا مثلا هل هم اكتوبيك بيشنت؟ هو زي ما احنا بنختار عندهم اي جي اي عالي او ايه بالظبط؟ لا انا اي سي اس يو بيشنت بيجي لي العياده بحاول اكسكلود اذر كوزز ذات ار نون اليرج ار نوت اليرجيك. يعني طب انتوا كده سامعيني ولا بيقطع؟ هل انا كده حد سامعني؟ كده تمام. طيب تمام. اي كرونيك ارتكاريا بيشنت داخلي، طيب انا بحط في اعتباري انه ممكن يكون اسباب كتيره قوي اللي عامله الارتكاريا، مش كلها اليرجيك طبعا ولا اي حاجه. فباي هيستوري تيكينج ببتدي يعني ارول اوت حاجات وادخل حاجات وكده كده. بنعمل تحاليل روتين، يعني بنعمل بعد ما نسأل برضو عن الهيستوري اوف اي اوتو اميون سيمتومز ممكن تشير لوجود اوتو اميون ديزيز، بندور على الليفر على الكدني، بندور على اي مشاكل في الجسم ممكن تبقى ريليتد ان هي تطلع لي ارتكاريا. بنعمل ثايرويد تيست وثايرويد انتي بوديز للبيشنت لو شاكين فيه، بنعمل اوتو اميون انتي بوديز وشويه اوتو اميون تشيك اب كمان معانا. فبعد الاكسكلوجن بتاع كل الحاجات دي معلش يا دكتوره اتفضلي. لو العيان عنده ثايرويد انتي بوديز بتنكلود في الاستادي؟ العيانين بتوعنا في الاستادي دي احنا مش حاطين كرايتيريا، لان دي ريتروسبكتيف اناليسيس، فهنحطين كل البيشنتس
اللي بتوع السي اس يو اللي اوريدي اخدوا الرجين اميونوثيرابي، مش كل العيانين اللي عندي في العياده اخدوا الرجين اميونوثيرابي، لان ممكن والد حد فيهم ودي بتحصل بنسبه مش قليله، حد عنده هايبر ثايرويديزم فيجي بسيفير سي اس يو، مجرد ان احنا نورمالايز الهايبر ثايرويديزم البيشنت خلاص بقى كويس، مش محتاج الرجين اميونوثيرابي ولا سكين بريك تيستنج اصلا. لكن ال 43 عيان اللي دخلوا الاستادي دي هم اللي فعلا عملنا اكسكلوجن فور اول اذر كوزز اوف ارتكاريا وما لقيناش اي حاجه تانية بوزيتيف، وبالتالي وي موفد اون للسكين بريك تيستنج وموفد اون للالرجين اميونوثيرابي وشفنا الاستجابه دي. ارجع لسؤال حضرتك التاني، انا بناء على ايه بختار الالرجنز؟ احنا جايبين بانل، اكبر بانل اننا نجيبها اللي هي دلوقتي اراوند 45 allergens، اخترناها بيزد على ايه؟ اخترنا كل البولنز وكل المولدز وكل الحاجات اللي ممكن تكون موجوده في الانفايرمنت بتاعتنا هنا في مصر. اوكي، فالبانل يعني قعدنا في نبص على الكتالوجات بتاعت الشركات الانترناشنال ولقينا ودورنا واحده واحده في البولنز، وكل واحده نلاقيها موجوده في مصر او في الانفايرمنت بتاعتنا كنا بنجيبها. فالكلام ده عمل البانل بتاعتنا من 40 ل 45 ايتم. وبالتالي لما يبقى عندي 40 ايتم انا كشفت عن حاجات كتير وعملت تيستينج لاسباب كتير، وبالتالي هشوف حاجات بوزيتيف اكتر غير لو كنت بس عملت بانل من 20 ايتم. هو ده اللي بيفرق، انا كل ما تيست اكتر هيطلع لي حاجات بوزيتيف، اما انا لو اهملت التستنج او مش اهملت سوري، يعني انا لو عملت تستنج لحاجات قليله انا في حاجات كتيره انا مش شايفاها اصلا، هي ممكن تكون بوزيتيف بس انا مش شايفاها. فعشان كده بقى عندنا دايما عدد كبير من البوزيتيف الرجنز عشان احنا عندنا لارج سكين بريك تيست بانل. فهو ده اعتقد رقم سؤال حضرتك. كانوا بياخدوا دوزولير مع الامينوثيرابي بعد ما نستابلايز كل حاجه ونطلع نتائج السكين بريك تيست بوضوح ونبدا الامينوثيرابي. لو العيان مش مستجيب لاعلى دوز من الانتي هيستامينز وجربنا انواع مختلفه وستيل مش مستجيب، كنا بنديله زولير. ده للقادر ماديا، احنا عندنا مشكلتنا في مصر انه مش اي حد بيعرف ياخد زولير او اي اذر بيولوجيكال. يعني الاميونوثيرابي اللي كنت بتجي كان سعره كان افوردابل يعني. هو سعره غالي بس احنا يعني سعره غالي احنا شارينه من بره، فهو يعني اسعاره بالدولار وعاليه جدا وما لهاش اي علاقه بالاسعار المصري، لكن يعني المفروض ما تكلمش في الحاجات دي. احنا عندنا نظام في العياده، الحمد لله احنا عندنا بيشنت سبورت في العياده، فاحنا اي عندنا حاجه جمله كده البيشنت لما بيدخل بنقولها له، انت طالما دخلت العياده هتتعالج ان شاء الله بغض النظر عن اي تكاليف ماديه. فاحنا يعني بغض النظر البيشنت يقدر على ايه وما يقدرش على ايه هو بيتعالج، والرقم اللي بيقدر يدفعه حتى لو وصل التحمل عندنا 100% بنعمل كده. السعر الاصلي غالي لكن كم واحد بيقدر يدفع قليل، الفاينانشال بروبلم في مصر كبيره يعني في الحاجات دي. لكن بصراحه الالرجنز اللي جايه الستاندردايزد الرجين اكستراكتس اللي جايه من الشركات الانترناشونال ومعموله بالسوفيستيكيتد تكنولوجي بتاعتهم فرق كتير قوي 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 في الافيكاسي، وسواء تيستينج او التريتمنت او الاوتكم بتاع البيشنت از هول، يعني عشان كده احنا مش بنستعمل غيرها. بشكرك جدا دكتوره غاده، معلش طولت عليكي بس يعني الموضوع very interesting يعني، واكيد بقى الكل محتاج يسال يعني، فبشكرك جدا جدا على الموضوع والبرزنتيشن الهايله، وشكرا ليكي حبيبتي. حابه ازود بس حاجه صغيره، حضرتك بتقولي ان احنا الحمد لله قدرنا وتجرأنا ان احنا نعمل ستادي زي دي هنا، لا احنا الحمد لله كمان يعني الدكتوراه بتاعتي في المانيا عن نفس الموضوع، ان هم لا يؤمنوا تماما، ممنوع قانونا ان السي اس يو عندهم تعتبر الرجيك او تعالج بالالرجين اميونوثيرابي. فاحنا عاملين الاستادي بتاعت الدكتوراه هناك هي الريسيرش ده هو عشان نثبت لهم لا انه البيشنتس ممكن يبقوا الرجيك ممكن يتعالجوا بالالرجين اميونوثيرابي. فان شاء الله يوما ما وقريب يبتدي الفكر ده يتغير والقوانين اللي عندهم دي تتغير ان شاء الله. شكرا. وهيشرفنا الحضور استاذ دكتور ماجد رفعت رائد ده، يعني هنسمع منه كلام اعتقد هيبقى مختلف. اتفضل يا دكتور ماجد. اهلا دكتور محمد ودكتوره سيلفيا، اهلا بيكم. ازيك يا غاده؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ وحشنا والله. ازي حضرتك الحبايب يا غاده؟ الحمد لله.
ريحة الحبايب. ربنا يخلي حضرتك، تسلم. والله العظيم انا بشوفك وبسمعك كاني بفتكر الدكتور الدسوقي الله يرحمه. الله يرحمه والله، كل ده تعليمه بجد، فروم ايه تو زد، كل ده تعليمه يعني. الحمد لله راجل جميل وطول عمره جميل والبركه فيك بقى يا غاد. يا رب ان شاء الله، ربنا يخليك يا دكتور. طب انت قلتي معلومه غلط. حاضر. اول دراسه في مصر، اول دراسه، لا يا حبيبتي ده رساله ميات منير. ايوه ايوه يا دكتور ناجد. لا انا قلت اول دراسه طبيش والله. عتاب عليها شديد. كمل يا احنا لما دورنا يا دكتور في دكتور ماجد رفع ما لقيناش حاجه ببلش بتقول نفس بس. الكلام كم يا دكتور ماجد. اسمعيني يا غاده. حاضر. الدكتورة ميادة منير مش عارف هي موجودة ولا سافرت ليبيا باين او ايه، معرفش. دكتورة ميادة الرسالة بتاعتها في الدكتوراه كنت انا مشرف عليها من 8 سنين، كانت اسمها الـ role of inhalation allergy in chronic spontaneous urticaria. جميل. ده كان عنوان الرسالة، وكان الرسالة عبارة عن جزئين يا غادة. سمعاني؟ سمع حضرتك. الجزء الاولاني ان احنا نشخص، جبنا العيانين اللي هم ما فيهمش ريسبيرالتي عشان ما تتلخبطش، وعندهم ارتكاريا من غير ما يكون معاها كونكومنتنت ريسبيراتوري الرجي، وعملنا لهم سكين بريك تيست بالانهيليشن الرجين كلنا والفود كمان، يعني هو سميناها حتى كومن انفايرومنتال انتجين او كده يعني. المهم النص الثاني ان احنا اديناهم اميون ثيرابي وشفنا الاستجابه ايه، ونشرناها في الجورنال اوف ريفيو اوف الرجي ايمونولوجي اللي هو الجورنال الرسمي لجمعيه الحساسيه الفرنسيه. بس نشرنا الجزء الاولاني بس، ليه ما نشرناش الجزء الثاني؟ لان لما جينا ننشره احنا بنستخدم هنا في عين شمس الكرود الرجين، مش بنستخدم الموليكولر. نمرة اتنين لازم اي سنتر تكون فيها ايه؟ بلاسيبو، مش كده؟ حسب نوع الاستادي معايا؟ ما حضرتك انا عارف، بس يعني جرت يعني دي اوبتيمم، يعني انا بقول لكيش ان انت عملتي كده او ما عملتيش كده. الاوبتيمم في الاميون ثيرابي ريسيرش يكون فيه بلاسيبو، ده المثالي، الحاجة المثالية. عشان لما ادي حقنة سلاين وحقنة بتاع ده اميون ثيرابي او دروب سلاين او دروب كده، يبقى الريسبونس ما هوش بلاسيبو. فهو المثالي في الاميون ثيرابي بيكون معاه بلاسيبو، مفروض كده، خلي بالك. فانا ما عملتش بلاسيبو، وبعدين معاه ما بنستخدمش اللي هو الستاندرد ايه اميون ثيرابي. وبالتالي الدكتور كمال موريس صديقي الوالد الله يرحمه هو اللي نصحني ما انشرش النص الثاني وانشر النص الاولاني بس بتاع الايدنتيفيكيشن. فنشرناها وكانت جميله جدا جدا جدا، وخدت من اعلى الريدز اللي شفتها على الانترنت، ودي من حوالي 2015 مثلا او كده. فانا عاوز اقول لك ما تقوليش ده اول بحث وده اول، لا مش ما ينفعش الكلام ده يا غاده، انا بعزك يعني. لا بتكلم على بس عشان ما لقيناش حاجه تانية، لكن انا هعدل الجزئيه دي بعد حضرتك قلت لي كده. لكن حضرتك لو عملت سيرش مش هتلاقي حاجه بتاعت البحث ده وميادة ورستغلا واتنشرت في مجله فرنسيه. انا بقول لك كده ليه، انا لما جيت اشتغلت في 2015 انا وميادة والمجموعه اللي معايا طول محمد ناصر الدكتور ماجد. قول يا دكتور ماجد، عاوز اقول لك بس على حاجه. هو معظم الناس اللي في الاسم اشتغلوا على الاميونوثيرابي، انا طبعا مش فاكر قد ايه لان دي حاجات كتير جدا، اشتغلوا على الاميونوثيرابي في الكرونيك سبونتينيوس ارتكاريا بمختلف التنوعات بتاعتها. بس هي كان مفروض يبقى في بحث اكتر من كده هتطلع الناس اللي اشتغلت على الكلام ده. وطبعا الكلام ده زي ما دكتوره فوزيه قالت، ده من ايام الدكتور سعيد واحنا بنشتغل في الاميونوثيرابي والكرونيك سبونتينيوس ارتكاريا، وما زالت حتى الممارسات بتاعتنا في العياده الخارجيه وغيره هي ان احنا بنعمل اختبار وبندي امصال. احنا الاختلاف الوحيد اللي بيننا وبين
دكتور دسوقي رحمة الله عليه، هو الكرود أنشن والستاندردايز، هي ده الاختلاف الوحيد اللي بيننا. إن إحنا بنستخدم الكرود وهو بيفضل استخدام الستاندرد، ودي ليها طبعا مجال تاني نتكلم فيه. تمام، لا أنا هعدل الجملة دي بالظبط يعني. خلاص يعني إحنا ما لقيناش والله، دورنا كتير بس بعد حضرتك تقولي أنا هعدل الجملة دي. بس اوعي تقولي كده تاني، اول مرة في مصر يعني احنا مش محسوبين على مصر؟ لا خالص، انا مش في مصر. بص حضرتك انا قايلة this is the first paper to evaluate AIT، ما قلتش حتى مصر. احنا من اوغندا ولا منين يا غاد؟ لا احنا بندور في الببلشنجز وورلد وايد، يعني احنا ما لقيناش ولا بيبر وورلد وايد اصلا بتتكلم عن الاي اي تي في سي اس يو. انت ما دورتش؟ عارفه ليه الكلام ده ليه؟ لان الانفايرمنتال الرجن ده في جزء عارفه بيه جزء الانديميك اللي عندنا، خلي بالك يعني ده يمكن يعني احنا ابحاثنا يمكن تبقى فيها دقه اكتر في الناحيه دي زي ما معروف، علشان الانفايرمنت بتاعتنا تختلف عن الانفايرمنت بتاع بره وليكن يعني. فالمهم طبعا ان احنا نبحث على الانهيلنت الرجي او انفايرمنتال الرجي في الارتكاريا شيء مش كومن، لان الويف الحاليه كلها غاده انت عارفه طبعا ان الارتكرونيك ارتكاريا دي اوتو ميون ديزيز، وانها لازم تستجيب للعلاج المناعي النيورال ها والدبسول والستيرويد والزرير، وكمان حطوا عليهم ريسنتلي ال بتاع الدوبيلوماب بدا يتحط ريسنتلي في الابحاث. فكل والسايكلوسبورين ومش عارف ايه، فكل الدنيا ماشيه في سكه واحده ان هو اوتو ميون ديزيز والدور بتاع الالرجي قليل. فالرساله بتاعت حضرتك او البحث فعلا بيعيد الاعتبار ان احنا على الاقل في الحالات الريفراكتوري اللي ما بتستجبش بسهوله كده، يبقى ممكن ان احنا نعم زي ما بندي وكذا 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 ندي ايميون ثيرابي ونعمل اختبارات حساسيه، ولو ما فيش ريسبيراتوري الرجي طلعت بوزيتيف وي كان كونسيدر ايميون ثيرابي. لكن ده طبعا زي ما قلت لك الموضه الحاليه ان هو بتعتبر الارتكاريا اوتو بيون ديزيز، فحتى الادويه كلها زي ما انت شفتي حضرتك وساعات ميثوتريكسات وساعات اميوران، فيعني الموضه كلها ماشيه كده. وما تعرفيش ليه هم خرجوا الارتكاريا من الالرجيك رينايتس او برونكال اسما، خرجوها من الصف وطوا صفه الاوتو اميونيتي اكتر من التانيين وبداوا يتكلموا بهذا الاطار. لكن نقدر نقول ان وي كان كونسيدر الالرجي اميون ثيرابي بالاخص في بعض الحالات اللي هي هي هيستوري ريفراكتوري كيسز، يا اما معهاش ريسبيراتوري الالرجي نعمل لها سكن تيست وممكن كده. جهد كويس قوي يا غاده، انا مبسوط منك جدا جدا جدا، ويعني شغل الجميل وابحاث الجميله وكل حاجه. لكن الحقيقه يعني طبعا انا عاوزين نشوفك بقى ان شاء الله، وخلي الدكتور محمد ان شاء الله يعني دعوكي في كل فعاليات القسم اللي عاملها وتحضري وتشرفي وشغل الجميل، وربنا يوفقك يا غاده رب ان شاء الله. شكرا يا دكتور ماجد جدا لإضافة حضرتك، وانا طبعا هغير الجملة دي. حابة بس اقول حاجة، احنا لما قلنا first paper to evaluate احنا مش بنتكلم على مش بن evaluate هنا انه الارتكاريا is allergic، ان جزء منها is allergic in type type بتاعه يعني، وان جزء منها يعني sensitive للallergens. احنا مش بنقول ان مش بنستيت هنا الفاكت ان الارتكاريا could be an allergic disease، ومش بنستيت هنا الالرجنز وترتيبها والبريفالنس بتاعها، لانه فعلا في ستاديز مش قليله بدات من 2020 تقريبا او قبلها بسنه، بالذات بدات في الصين ببلشد يعني واضحه وكبيره على سكيل كبير جدا، بتتكلم على ان كرونيك ارتكاريا از الرجيك، وبيحطوا الالرجنز اللي لقوها، وكانوا فعلا ساعتها زينا بيعملوا ريتروسبكتيف داتا اناليسيس. لكن احنا هنا لما قلنا الفيرست بيبر كنا بنتكلم على الايفالويشن اوف الرجين اميونوثيرابي، مش الالرجنز نفسها. لكن طبعا هغير ده، ويعني اتمنى اعرف اوصل للاستادي اللي حضرتك بتتكلم عليها واعرف الاقيها واقراها. شكرا لك يا دكتور. وصليها ليه؟ يعني وصليها لي انا هبعتها لك دلوقتي. خلاص ماشي، خلال 5 ساعات باذن الله. خلاص شكرا لحضرتك جدا. شكرا يا غاز. شكرا يا دكتور ماجد، انا اضافت حضرتك، الف شكر يا فندم.
أستاذ دكتور محمد شايب. شكرا يا غادة. على فكرة يعني مش عاوزك يا غادة تعتبري ان الكلام بتاعنا ده في انتقاد او انتقاص. لا خالص ابدا والله، وانا بتعلم من حضراتكم طبعا. هو وجهة نظر، يعني احنا يعني ظروف حطتنا في هذا الموقع او في هذا الحدث، عشان احنا فعلا ما نقدرش ان احنا ما عندناش يعني كمستشفى او كدمرداش او كمستشفيات حكومية جامعية، ما نقدرش ان احنا يعني نشتغل في الابستراكت اللي هي بتبقى يعني ما اقدرش اشتري الحاجات اللي انت بتجيبيها دي او كده، ما اقدرش اشتغل بيها. طيب ولا حتى على مستوى، ولا حتى على مستوى الابحاث. استاندردايز دلوقتي حتى على مستوى الابحاث بقى صعب. بس الحقيقه برضو للامانه الاميونوثيرابي انا شايف ان هو سكسسفول جدا، وممكن يكون سكسسفول سوليوشن لمرض عضال زي مرض كرونيك سبونتينس ارتكاريا، لان انا شفت ناس منه ممكن ان هم يعني عاوزين يموتوا خلاص، يعني فشل معاهم كل حاجه. وحتى لما بياخدوا الزولير والحاجات اللي زي كده بيبطل الزولير بترجع له الحساسيه تاني وبتاعه، بيفضل فيه اكتئاب طول حياته. فأعتقد إنه إن الإميون ثيرابي ممكن يقدم حل ثيرابيوتيك للكرونيك سبونتينيوس أرتكاري. دي نقطة. النقطة الثانية، الدكتور سعيد كان بيدي أكتر من حاجة لحد دلوقتي، الروشتات بتاعته ما زالت تتداول ومكتوب فيها تلاقي 10-15 أنتيجين أو حاجة زي كده، كميات كبيره يعني، ميبي زيك بالظبط او اكتر او اقل، لكن هو يعني يهيئ لي اكتر واحد فينا كان بيحط انتجنز مش بيحط الحاجات الكومن او الحاجات الكبيره. و عاوز اضيف نقطه ان دكتور سعيد كمان كان ساعات بيحط الانتجنز ايفن لو هي مش طالعه بوزيتيف، بيعتبر انه نون سبيسيفيك يعني immune deviation أو immune system deviation toward ال IgG4 وكده، هو في حد ذاته هدف. وكان الدليل على كده إن المرضى بيتحسنوا، وهم فعلا مرضى بيتحسنوا. وهو الفيصل بيننا وبينك أو بين standardized والabstract والcrude abstract هو ان المرضى تحسن الحقيقه. يعني انا يعني يهيئ لي ان انت برضو لو بتفكري ان انت تعملي يعني جوينت بحث مشترك، ممكن تعملي البحث بذات نفسه، بذات البحث اللي انت عاملاه، وتحطي بقى المجموعات، يبقى مجموعه بتشتغل على الكرود ومجموعه بتشتغل على الستاندردايزد، ونشوف النتائج، لان ده هيحل مشكله فاينانشال كبيره جدا جدا للمرضى. لكن انا اقدر اقول لك كده ان في شواهد اوليه بتقول ان العيانين حتى اللي بياخدوا الكرود انشنز بيتحسنوا. طبعا انا عارف ان انا لو كنت قلت الكلام ده قدام الدكتور دسوقي كان قام من على الكرسي رحمه الله عليه، يعني قام على الكرسي وتنرفز وكده، وفضلت انا هديه فاول ما امسك في ايده كده يقوم قايل لي طب خلاص يا محمد وبتاع. فيعني انا عارف، وطبعا لا يمكن ان الجلسه هتخرج عن يعني العرف عن يعني عن باباها وعن اراء. والله انا مقتنع ان كرود الرجنز تو سام اكستنت يعني بتعالج، زي ما احنا بنستعمل كرود الرجنز في الفود وبيعالج الناس. فدي يعني بس هي دي النقط. اخر نقطه طبعا زي ما قلتها، لا هو اتعمل حاجات كتيره موجوده ومنشوره وشغل كتير جدا جدا جدا. وعلى فكره زملائي اللي موجودين والكوادر اللي موجوده كلهم اسماء ودينا وايمان ورشا يقدروا يكلموك عن الحاجات دي بتفاصيل اكبر. وعموما شكرا جزيلا لحضرتك وشرفتينا. شكرا يا دكتور، شكرا لحضرتك جدا. الف الف شكرا استاذ دكتور محمد، الف الف شكرا لحضرتك.
شكرا لحضرتك. أستاذ دكتور إيمان نجيب. شكرا دكتورة سيلفي. شكرا دكتورة غادة، المحاضرة والدراسة كمان ممتعة وجميلة جدا. شكراً. بس أسألك بس سؤال أو اتنين مش أكتر. هو الستاندردايزد ألرجين يعني كانت following environmental factors اللي عندنا، يعني احنا طبعا مختلفين عن اوروبا في الويذر وفي الديستريبيوشن بتاع البولنز والتريز والفورست والحاجات دي، احنا مش زيهم. ف تكتبين مصر وتبعتوها تتعمل هناك؟ لا، هو واحنا وانا شخصيا بشتري، بمسك الكتالوج بشوف كل البولنز اللي عندهم وبعمل سيرش عليهم. اذا كان مجهود يعني قوي جدا، بدأناه من سنتين ثلاثه، بنعمل سيرش على البولنز دي واحده واحده وندور على الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاعها حاليا موجود فين، ولو حاجه موجوده فيها في مصر كنا بنشتريها. الحاجات اللي مش موجوده زي الاوك والسايبرس تقريبا والالم وشويه حاجات كده مش عندنا، دي البانل بتاعتهم. حتى في رساله الدكتوراه بتاعتي حاليا اللي بعملها في المانيا، احنا بنقارن عيانين مصر مع عيانين المانيا، فبالتالي عاملين بانل سكين بريك تيست بانل مختلفه لمصر عن بتاعه المانيا، فيها حاجات تانية خالص عشان الانفايرمنتال ديفرنس. اكيد. طيب، وحاجه تانية، هل المرضى دول كانوا، انت قلتي انت عملت لهم ثايرويد انتي بوديز وانتي اي جي اي انتي بودي والحاجات اللي هي الاوتو ايميون ماركرز اللي بتبقى موجوده في الكرونيك سبوتينس؟ لا، انتي اي جي انتي في نسبه مش قليله. ما عملتش انتي اي جي انتي بودي، انا ما اعرفش حتى هو متوفر عندنا ولا لا. هو متوفر بره ومش في كل الاماكن، لكن عندنا انا بصراحه ما اعرفش ان هو موجود في المعامل ولا لا. لكن طبعا كنا بنعمل سي بي سي اي اس ار سي ار بي توتال سيرم اي جي اي الانتي دي ان اي وحاجات كتيره تانية والسي 4. والعيان اللي عنده يعني ولو اعراض بسيطه ممكن تشككنا في اي ثايرويد ديزيز، كنا برضو بنعمل الانتي بوديز والفانكشنز. هما في الغالب عندهم فورمال ثايرويد فانكشن، بس عندهم الانتي بودي موجوده. هو في الغالب ما بيبقاش عندهم ثايرويد ديس اوردر في الغالب، يعني زي ما قريت. والله على حسب كل كيس لوحدها، ومش عينين كتير يعني اللي عندهم ثايرويد ديس فانكشن. بس بصراحه الملاحظه اللي انا شخصيا شفتها انه العيان الهايبر ثايرويد مش الهايبو ثايرويد هو اللي بيبقى عنده سي اس يو، يعني دي ناتجه عن الهايبر ثايرويد، مش عشان اي حاجه تاني. لكن الهايبوثايرويديزم هياخد ادويه وهيبقى ينورمالايز الفانكشنز وستيل هتفضل السي اس يو موجوده. انما اللي عنده هايبرثايرويديزم وجايلي بتاكيكارديا وبيقول انه بياخد اندرال ومش متشخص ان هو هايبرثايرويد، لما بنشخصه حتى لو هو سب كلينيكال هايبرثايرويديزم بيزد على الانتي بوديز والفانكشنز، بتبقى كده واخده اتجاه ان هي قربت من النورمال رينجز، يعني قربت تطلع براها، فبالتالي بتشخص يا اما كلينيكال يا اما سب كلينيكال هايبرثايرويديزم. ده العيان اللي فعلا بيستجيب، مجرد ما انه نورمالايز الفانكشنز خلاص السي اس يو بتخف. وده العيان برضو اللي هو بيبقى غير مستجيب اطلاقا مهما خد اي جرعات من الستيرويدز والانتي هيستامينز ووقف كل الفود، لا يستجيب لانه مشكلته عشان هو عنده هي ما بقتش كده سبونتينيوس، هو عنده فيزيولوجي بس يعني قليل قوي لما حد بيتشخص. ما هم بيقول لنا بالشهور بياخدوا 60 ملي جرام بريدنيزولون يوميا، بياخدوا 4 اقراص انتي هيستامينز، ماشيين على فود دايت رهيب، وبياخدوا اندرال، والاعراض السي اس يو عنيفه جدا وما بتخفش. فلما بنيجي ندور على الثايرويد هنا بنلاقيهم حتى لو مش باين قوي بنلاقيهم في اتجاههم ان هم يبقوا هايبر ثايرويد، مجرد ما ياخد الدواء بتاع الهايبر ثايرويديزم بيختفي. بس شكرا جزيلا دكتوره غاده ودكتوره ايمان، شكرا. الدسكشن مفتوح لاي حد من حضراتكم، لو اي حد عنده اسئله او كومنتس او اي حاجه. اتفضلي دكتوره دينا. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم جميعا، وشكرا يا سيلفيا وشكرا دكتوره غاده على المحاضره. كنت عايزه بس اسال حضرتك كام سؤال كده، هقولهم مع بعض يعني بحيث تجاوبيني عليهم كلهم مره واحده. اول حاجه، كنت قلتي البيشنتس اللي كنتوا بتبقوا قلقانين من ادفرس ايفنتس كنتوا بتخففوا لهم اكتر، هل البيشنتس دي كنتوا بتبداوا الاول بكونسنتريشن معين وبعدين يجي لهم ادفرس ايفنتس وبعدين تخففوا، ولا كنتوا بتبريدكت يعني بشكل معين في العيان مثلا لو حاسس ارتكاريا لو معاه انجيوديما او لا؟ فدي بوينت. وبرضه ايه الادفرس ايفنتس اللي لقيتوها في سؤال طيب أول سؤال، احنا ازاي بنحدد الستارتنج دايليوشن بتاعنا؟
احنا بنشوف باي هيستوري وباي دايجنوزز من اعراض البيشنت ووصفه للسيفيريتي واليو اي اس 7 سكور. لو البيشنت ده سيفير قوي فاحنا من الاول بناخد في احتياطاتنا ان احنا هنعمل دايليشنز اخف من الطبيعي. لو هو اعراضه مودريت ومحتمله وما فيهاش اي حاجه ولا في انافيلاكسس بيحصل له كمان معاها ولا في انجيوديما فبالتالي بنبدا بمودريت دايليوشنز. فعندنا مثلا المودريت دايليوشنز هو ال1 مليون والاب تو 10 مليون، وعندنا الدايليوشنز الاعلى لو هو سيفير بليونز بقى وحاجات تانية. فاحنا بنقيم يا نبدا بمليون يا نبدا ببليون. طيب نفترض ان البيشنت بدانا ب1 بليون واديناه الاي اي تي وقعد اندر ابزرفيشن معانا من نص ساعه لساعه، بنبتدي نلاحظ لو في اي ادفرس ايفنتس حصلت بدايه من الاتشنج او اي حاجه تانية، او يحصل شويه لارينجيال اديما او شويه ديزنس او اي حاجه ما كانتش موجوده عليه، بنقيم الادفرس ايفنت. لو هو جاست لوكال رياكشن لا احنا كده تمام وما بنعملش فيردر دايليوشنز. اما لو حاجه دخلنا في سيستميك رياكشن اكيد بناخد اللازم وبنعمل فيردر دايليوشنز من اول مره على طول. فدي الطريقه اللي بنبدا بيها. يعني البيشنت ياخد كل جرعه قدامك ولا هي اول جرعه بس اللي بتعمل فيها الكلام؟ لا اول جرعه بس. بس عندنا متابعه دقيقه للبيشنت وواتساب اللي في اي جرعه بعد كده بعد ما بدا اول جرعه بامان. لو حصل اي حاجه في اي جرعه مهما كانت ماينور او مينيمال سايد افكت لازم يبلغنا بيها. يعني البيشنت ممكن يقول زوري قفل بس عادي انا مستحمل، لا انا عندي لارينجال اديما دي خط احمر، لان انا عارفه ان هو لو عنده لارينجال اديما في الجرعات الاولانيه للاي اي تي عقبال ما يوصل لاخر الازازه هيكون دخل في انافيلاكسس مني. ففي حاجات كده بتعمل لنا احنا الارم حتى لو البيشنت محتملها وهي مايلد. اما في حاجات بقى بتبقى مضايقه البيشنت جدا وانا بالنسبه لي مش مشكله قوي، يعني اللوكال رياكشن بتاعه اللي في دراعه مضايقه شويتين، فلو هو مش كبير قوي ومش عامل اي رياكشن في باقي جسمه جاست لوكالايزد لمكان الانجكشن سايت بصراحه مش بنخاف قوي، ممكن نرفع الانتي هيستامينز يعني. فاحنا حسب الرياكشن، لكن هي اول مره وبعد كده بنتابع. اللي بيقول لك لارينج القديمه بتعملي معاه ايه؟ بتجيبيه تخليه ياخد تخفيف اكتر ولا تابورت الموضوع خالص ولا ايه؟ لا 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 مفيش حاجه عندنا اسمها يوقف موضوع خالص. البيشنت تعبان ولازم يتعالج بياخد تخفيف اكتر. واحنا وصلنا مع بعض البيشنتس هو ار فيري سيفير، يعني اللي هو كل ما نعمل له فيردر دايليوشنز بندايلوت مثلا من 1 بليون ل 1 تريليون، بنعمل دايليوشنز اعلى بكتير يدخل برضو مننا في انافيلاكسس تاني، فندايلوت تالت ونفضل نعمل، ما عندناش ليميتيشن للدايليوشنز. يعني البيشنت يدخل في انافلاكسد وهو معاكي في العياده بتعملي له تركيز اكتر وتدي له جرعه في ساعتها ولا تقولي له هنستنى شهر ولا تاني؟ ما بديش جرعه في ساعتها، انا الاولويه لما البيشنت يدخل لي في انافلاكسد ان انا بعالج البيشنت بطلعه من انافلاكسد، دي اهم حاجه. اوكي فالبيشنت يبقى ستابلايزد يبقى فيه متابعه ليه عشان اي ليت رياكشنز للوضع ده. وفي فعلا بيشنتس تاني يوم بيريبورت ان هم تعبوا تاني، احنا بنبقى معاهم بنبقى مديهم ابينفرين وبنعالجهم في العياده وبنمشيهم من عندنا كويسين جدا، بنجيبه بقى ليتر يعني بعدها بكام يوم او نيكست ويك لما يكون اتحسن تماما ويجرب الجرعه الجديده او الدايريشن الجديد اللي احنا عاملينه. معظم الناس بعدها باسبوع معلش ما عندناش مده محدده، ما عندناش مده محدده. لو البيشنت بقى كويس جدا within 2 or 3 days خلاص يجي ياخد الجرعه اللي بعدها التخفيف بنسبة كبيرة. نعم يعني العيان اللي دخل في الانفلاكسس معاكي في العيادة معيش مش سامعة تمام. مهم السؤال ده يا دينا معلش كرريه تاني بعد اذنك. دكتورة دينا هي عاملة ميوت المايك بتاعها. افتح حد بس يقول لها تفتح المايك. معلش ما خدتش بالي من الميوت. انا بقول لك العيان بس كبر السؤال تاني يا دينا بوضوح شويه عشان انا العيان تمام اجابته. العيان جاله انافلاكسس معاكي في العياده، حضرتك عالجتي له الانافلاكسس ما طلعش على المستشفى، يعني حضرتك بتدي له الفلويدز والنيبولايزر والبنفرين وممكن اكسجين كل الحاجات دي في العياده وبعدين بعدين بيروح بيته صح كده؟ هقول لحضرتك على حسب برضو البيشنت بنسبه 99% العيان بيطلع من عندنا كويس ويروح بيته، بس بيقعد وقت اوبزرفيشن كويس جدا بعديها معانا بنتاكد ونطمن ان هو كويس ومدينه كمان على الاقل يعني ولا ايه؟ على الاقل ساعه بعد ما نخلص ويبقى كويس يقعد على الاقل ساعه، وبنبقى مدينه ايمرجنسي بلان معاه اللي هي الانافيلاكسس اكشن بلان، وبنبقى مدينه ايبينفرين من عندنا وهو بيشتري حتى بقيه الادويه عشان لو اضطر ياخد اي حاجه في البيت.
عيانين قليلين قوي اللي اضطرينا ننزلهم المستشفى، وللاسف للاسف يعني احنا ما استفدناش حاجه من نزول المستشفى، لانه احنا كنا بننزل مستشفيات خاصه حوالينا طبعا. للاسف المستشفيات ما بتتفهمش هو مال العيان، يقولوا لنا ما هو كويس. يا جماعه كويس ايه؟ احنا ادينا له اوريدي ابنفرين وستيرويد وكل حاجه، بس العيان بصراحه بعد ثالث جرعه ابنفرين، احنا بندي جرعات صغيره لكن متكرره، بعد ثالث جرعه ممكن يدخل في شويه شيفرنج فبننزله عشان عيان يطمن. هو العيان باي تايم بعد اخر جرعه ايفينفرين بعد نوع بنص ساعه فعلا بيبقى كويس، بس في بعض العيانين حصل مع حالتين او ثلاثه انه لا، من كتر ما العيان تعبان جدا، وده غالبا طلع اثر الايفينفرين مش اثر الانافيلاكسيس، نزلناهم طوارئ والتيم بتوعي بيروحوا معاهم طوارئ، والطوارئ ما بيتفهموش للاسف، ده اللي حصل يعني. والعيان بيمشي وبعد شويه يعني ما بنرجعه على العياده، يا اما بيروح بيبقى كويس في خلال 30 دقيقه فعلا بيبقى كويس. ايوه انا بس مستغربه حضرتك بتقولي ان العيان ده نفسه ممكن بعد يومين ثلاثه يرجع ياخد امينو ثيرابي، يعني قصدي هو العيان نفسه لما شاف كل اللي حصل ده بيرجع لك ويقول انا هاخد امينو ثيرابي تاني بس خففوا لي اكتر. انا بحس ان هو يعني البيشنت لو حصل ايفنت زي كده هيقول لك لا العلاج ده شكله خطر عليا. هقول لحضرتك حاجه، اللي حصل معاهم فيري سيفير انافيلاكسيس، يعني الكيس اللي راحت المستشفى دي ما رجعتش. بس هي ما راحتش المستشفى من الانفلاكسز، هو راحت المستشفى بصراحه من الابنفرين، يعني هي لما نزلت من عندنا كانت واخده 3 جرعات ابنفرين ونبيولايزر وستيرويد، وكان مخلص اللارنج الاديما راحت، وكان برونكو كونستريكشن خف، وكانت كل حاجه. لكن البيشنت دخلت في حاله الشيفرنج اللي هي سايد افكت من الابنفرين اللي هي بتروح بعد شويه، هي خافت. لكن انا عندي 95% من البيشنتس بيكملوا بصراحه، يعني حتى اللي حصل لهم اتاكس وراحوا مستشفى برضو رجعوا خدوا الاميونو ثيرابي بعد التخفيف. تمام. وايه البري ميديكيشن اللي حضرتك بتديه قبل الاميونو ثيرابي؟ طبعا لا، ما بديش بري ميديكيشن. انا في البيت بقول للعيان بقى حسب السيفيريتي اوف سيمبتومز بتاعته احنا هنمشي على ادويه او انتي هيستامينز او وات ايفر المناسب ليه عشان يعمل له جود كنترول، مش عشان الاميونو ثيرابي، ده عشان اصلا السيمتومز اللي عنده هو يقدر يتحملها لحد ما الاميونو ثيرابي يجيب نتيجته بعد فتره. لكن انا من الناس اللي لما جربت ادي بري ميديكيشنز ما فرقتش، ولو الانافيلاكسيس هتحصل لا هي مش عشان الانافيلاكسيس، بتفرق في اللوكال رياكشن، يعني هو ده الانتي هيستامين ده لازم. ما هو بس هو انا يعني في بيته هياخد انتي هيستامينز في بيته، انك تدي سبكيتينس اميونو ثيرابي من غير ما تدي اصلا بري ميديكيشن، يعني فعلا مفيش عيان بيمشي على بري ميديكيشن. لا، في الاول مره اللي عندي في العياده لا ما بديش بري ميديكيشن. انا اولا ببقى انا عايزه شخصيا اشوف الاميونو ثيرابي. طب لحظه يا غاده، بعد ايه اتفضل لحظه. طب وانت اديني رايك ايه؟ انا رايي ان انا الكلام اللي بتقوله مخيف بصراحه، مخيف جدا يعني ان انا بدي بيحصل له انافلاكسس وبعالج انافلاكسس في العياده وبيتعش على المستشفى وبين يرجع لي تاني اديله، يعني حتى لو بديله تخفيف اكتر بس العيان ده ريسكي وممكن بعدها بيومين ثلاثه، برضو دي حاجه مخيفه. بلس ان من غير معلش هقطعك يا دينا، هو ما خلينا نتكلم بلغه الارقام. يعني دكتوره غاده زي حضرتك، انا دكتوره ايمن السيد استاذ في قسم الالرجي. بلغه الارقام، كم واحد حصل له انافلاكسس وكم واحد حصل له سيستميك رياكشن؟ في سيستميك رياكشن لا يرقى ان هو يتقال عليه انافيلاكسيس، يعني صداع، دوخه، شويه برونكو كونستريكشن على خفيف، دول في الأربعين اللي احنا بنتكلم عنهم، ولا ده حضرتك يعني بتتكلمي عامه؟ لا بتكلم عامه في كل البيشنتس اللي عندي، اللي هم طبعا اكتر من كده بكتير. وارد يحصل ده كله، ممكن يكون عندي نسبه من 10-20% بتمانيفست ادفرس رياكشنز بعد الاميونوثيرابي، بس مش لازم تبقى شديده جدا. احنا من الاول واخدين احتياطاتنا بان احنا بنعمل حاجه very diluted عن المتعارف عليه، يعني انا ما سمعتش، بس مش يعني بصراحه مش ملمه كل الناس شغاله بانهي دايلوشنز، لكن احنا بنعمل بليونز وتريليونز وكلام كده. فاحنا اصلا البيشنت السيفير ده احنا من الاول بنبدا له بدايلوشن 1 بليون، يعني بتبتدي بيه ايه اللي سيف في نظر حضرتك بتبتدي بيه كام؟ 1 بليون، وده عالي، الدايلوشن عالي جدا. فلو البيشنت عمل رياكشن معاه في معظم الاوقات ما بيبقاش رياكشن عنيف، الا لو البيشنت يعني وضعه اسوأ من كده بكتير. وعلى فكره في ناس فيهم متفهمه ان دي مشكله، ان هم الالرج عندهم هي اللي سيفير جدا وصلتهم لكده، فاحنا يعني دايليوشن خفيف جدا بليون ويحصل له كده، فنعمل تريليون وحصل له كده. والله عندي لسه الاسبوع اللي فات في العياده خدت بعد التريليون كوادريليون وبرده حصل لها انافيلاكسيس بس على اخف شويه، فرجعنا خففنا تاني. والبيشنت بتيجي لان هي ادركت ان مشكلتها او المين ديزيز بتاعها اكبر بكتير من ده، هي ما ينفعش تكمل بيها، هي محتاجه تتعالج.
فاحنا لحد ما ظبطنا الدايليوشن وماشيه من عندنا بدايليوشن ما بيعملش اي اعراض. عشان كده انا مش بحب ادي بري ميديكيشن، انا ببقى عايزه اشوف الاي اي تي ده سيف تويتش اكستنت مع البيشنت، هياخده من اول جرعه هيحصل اعراض؟ انا مش عايزه كده، انا عايزه ياخده ما يحسش باي حاجه خالص، ولا حتى لوكال رياكشن من اول جرعه. خلي اللوكال رياكشن ده في اخر ازازه لما يوصل لجرعات عاليه. لكن انا لو بدات بلوكال رياكشن قوي في اول جرعه وخبيته بانتي هيستامين، طب ما انا في اخر الازازه هدخل في انافيلاكس. ودي بيزد باي اكسبيرينس، لان للاسف في اول شغلي حصل ده مش قليل. عشان كده لجأنا للتخفيفات العاليه اللي بتدينا سيفتي، لان احنا مش زي بره، احنا بره البيشنت بياخد كل جرعاته في المستشفى، انما احنا هنا برايفت في مصر ما عندناش بيشنت بياخد جرعاته في المستشفى. لازم البيشنت يبقى سيف وحاسس بالامان، وان جرعاته مش هتتعبه اصلا ولا تضايقه في اي حاجه، ان هو يقدر ياخد الجرعه وينزل يكمل حياته. اللايف سايكل الالرجي ايمونوثيرابي ان البيشنت بياخد بري ميديكيشن انتي هيستامين تو لو، يعني عشان تريديوس اللوكال رياكشن. فبس انا يعني طب يعني خلاص انا كنت بس يعني عايزه بعد اول مره عندي في العياده انا طبعا باكد على البيشنت ان هو محتاج انتي هيستامين ديفينتلي، مش دايما عشان اللوكال رياكشن بس، مينلي لان هو اوريدي سيمتوماتيك بيشنت. باي تايم اكتشفت مع الفولو اب مع العيانين ان هم من نفسهم لما بيتحسنوا جدا بعد 4 شهور أو 6 شهور من الايميونوثيرابي هو بيوقف الانتي هيستامين من غير ما يقول لي، وانا باكد طب على الاقل خده قبل الايميونوثيرابي. بلاقي البيشنت وقفه لوحده، بيبقى خلاص انا شايف انا كويس وباخد الايميونوثيرابي مش عنديش مشكله اخده ليه. لكن احنا طبعا بناكد بعد اول مره، انا اول مره دي بس تهمني ان هو ما يكونش واخد بري ميديكيشن عشان ما يعملليش ماسكينج لسايد افكتس انا محتاجه اشوفها، واديله فيري سيف دايليوشن. لان حضرتك عارفه ان الانتي هيستامين الايفكت بتاعه ليميتد، يعني لو انا باديه بدايليوشن هيديني سايد افكتس، والست البيشنت في البيت كده بياخد انتي هيستامينز هيجي لي على اخر الازازه انتي هيستامين مش هيعمل حاجه، والبيشنت هيدخل في انافيلاكسز رغم وجود الانتي هيستامينز. فانا بحب ابتدي بدايليوشن فيري سيف وشايفاه قدام عينيا قد ايه هو سيف، وكده كده البيشنت هيكمل انتي هيستامينز. ده يعني ده رايي الشخصي بصراحه. انا عارفه انه في مدارس بتقول مع البري ميديكيشن وناس ضد يعني. تمام اوكي. طيب حاجه تانية اشتهت من بالي، مش فاكره هو في سؤال عندها من بالي، في سؤال تاني قلتي اللي حضرتك ما عملتيش اي كومباريزن لللاب داتا بتاعه العينين، يعني قلتي مع الدكتور ايمان ان ايمان نجيب انك عملتي توتال اي جي اي وسي بي سي، يعني هل البيشنتس مثلا اللي اتحسنوا كان الاي جي اي بتاعهم اعلى، كان عندهم ايزينوفيليا، كان في يعني ايه اللاب داتا اللي كانت كورليتد مع الامبروفمنت مع الكويك امبروفمنت سيفيريتي؟ يعني برضو فكره ان انا تشوز العيانين وانا يعني بشوف بيز لاين وبعد اللي ما تحسنوا اللابس بتاعتهم كانت شكلها ايه، او كان في حاجه بريكتر للامبروفمنت. تمام. يعني ما شفتش الداتا دي معروضه كده. الكلام ده حلو جدا وفعلا احنا ناويين ان شاء الله نعمله في فيردر ستادي، في انذر ستادي ماسكه الاي اي تي من البوينت اوف فيو دي بتاعت الداتا والكومباريزن مع اللاب تيست. لكن في الاستادي اللي احنا نعملها ركزنا قوي على اليو اي اس 7 سكور، لان هو ده من اهم الحاجات، حتى بره بيبصوا له ان ده اهم حاجه، البيشنت سيمتوماتيك ولا لا، الكواليتي اوف لايف بتاعته وصلت لفين، السيفيريتي اوف سيمتومز وصلت لفين. فاحنا هنا ركزنا على استخدام السكورز اللي احنا انا شخصيا قبل ما ابدا شغل في المانيا ما كنتش متعوده استخدمهم، فلا فرقوا كتير وهم مهتمين بيه جدا. فعشان كده انا ركزت في الاستادي دي من هنا. هو انا ايه التارجت بتاعي غير ان البيشنت يبقى ايه سيمتوماتيك؟ يعني عملتيها وما استخدمتيهاش، انا قصدي لما تعملي بريدكتور ما انت برضو يمكن تلاقي داتا انت يعني بالعين المجرده الواحد ما يعرفها. احنا فعلا واخدين الداتا بتاعت البيشنتس وفعلا هي عندنا بتاعت التحاليل، لان احنا بنعمل فيها انذر ستادي فعلا. بس اقول لحضرتك ان يبقى في كنترول، يعني بيشنت مثلا بلاسيبو بياخد بلاسيبو، هل يعني اذا كان في كنترول للعينين دول برضو نشوف اذا كان التحسن فعلا ما ممكن يكون، عشان دي ريتروسبكتيف يعني في ستريس او سايكولوجيكال. تمام. ماشي اوكي. طيب اخر حاجه برضو تهم من بالي لما بتكلم في نقطه بنسى النقطه الثانيه، الفود. يعني انت قلتي اكتر الحاجات البوزيتيف هاوس مايكت ومش عارف ايه في الانهيلنس، في الفود كان ايه اكتر حاجه بوزيتيف؟ مع ان انا مش شايفه على ايد العينين في فود محطوط، انا شفت مثلا ويت ومانجو بس كبولنت. في الاستادي دي احنا هنا بنتكلم عن الانهيلنس مش عن الفود، لان البيشنت اصلا لو انا تحليل الانهيرنس بتاعه معظمه نيجاتيف او كله نيجاتيف ومشكلته الاساسيه في الفود، لو جاي يشتكي بسي اس يو
وبيقول لي انا لما باكل الحاجات دي بهرش جامد او بيطلع لي ارتكاريا، ولما بوقفها ما بتروح تماما. انا ده بحوله في التصنيف عندي من الدايجنوزس من ان هو سي اس يو بيشنت لان هو بقى فود الرجي بيشنت اصلا كده، مبقاش خلاص سي اس يو. تتكلمي فعلمين عندهم مالتيبل الرجنز، يعني بتقولي وصلنا 10 و15. طب هو اكيد ال 10 و15 في منهم فود. لا احنا هنا بنتكلم على الانهيلنت بانل بس، الاستادي دي اتكلمت عن انهيلنت، لكن احنا طبعا نفس البيشنتس دول اوريدي معمول لهم فود سكين بريك تيستس برضو، البانل بتاعتها معديه ال 40 ايتم، وبس دي ما عملناش انكلوجن للكلام ده في الاستادي دي، لان كان الديبيت بره دلوقتي على السي اس يو مع الانهيلنت، وهل هي اليرجيك ولا لا، وهل هي الاي اي تي بينفع فيها ولا لا. فهنا ما دخلناش في الفود، يعني مسكنا الاستادي من البرسبكتيف ده، لكن طبعا الفود قائم وموجود وعاملينه لكل الناس دول وليه الداتا بتاعته عندنا. انا نسيت بس اضيف لحضرتك بخصوص اللابز، نقطه اللابز معلش هرجع ليها. من ملاحظاتي الشخصيه احنا لسه ما عملناش داتا اناليسز لللابز اللي هي اوريدي عندنا لكل البيشنتس دول. الاي جي اي التوتال سيرم اي جي اي في معظم العيانين دول معظمهم بيبقى نورمال، معظم عيانين سي اس يو نورمال، قليل قوي اللي بلاقي عنده الاي جي اي عالي، وده عاده اللي معاه كوموربيديتي ثانيه، الرجيك كوموربيديتي ثانيه. فنرجع بقى لسؤال حضرتك الاخير الفود بقى. حضرتك كان ايه سؤالك في الفود تحديدا؟ ايه كان حاجه كومن يعني، حتى لو بتقولي ان ده مش معروض في الستادي دي، الستادي بتاعت الدنيا او الداتا اللي عندك بتقول انه فود الكومن في الكرونيك بوتيكس ارتكار. والله انا برضو ما عملتلاش لسه داتا اناليسيس، لكن من ملاحظاتي الشخصيه الويت والميلك دي من الحاجات الاساسيه، الناتس قليله، الفروتس من الحاجات الاساسيه باختلاف انواعها، لانه عشان عارفين ان في الكروس رياكتيفيتي ما بين الانهيلنت الرجنز والفودز، فالبيشنت اللي عنده الانهيلنت الرجنز كتير بيطلع عنده فود الرجنز للفروتس والفيجيتابلز كتير. فقصه ان انا اشوف البيشنت عنده فروتس بوزيتيف فروتس في الفود وكمان عنده طبخه الغداء بقى دي مشهوره جدا عندنا، الثوم والبصل والطماطم والبطاطس حاجه بتاعه الغداء، لما البيشنت يبقى الرجيك ليها ومعاها كمان عيش بيبقى فيها صعوبه سيفير جدا جدا يعني. واحنا ساعات احنا بنعمل الويت في الانهيلنت الرجنز وبنعمله في الفود بيطلع بوزيتيف في الاثنين اصلا. فلا الفود ده ان شاء الله هنعمل له داتا قريب، بس حاجات كتير قوي كومن، اكتر حاجه ليست كومن هي النتس بصراحه، لكن ميلك وويت والليست كومن برضو اللي تشيكن واللحمه موجودين بس قليلين، لكن ميلك وويت والفيجيتابلز الكتير مع الفروتس دي كتير قوي، والفيش طبعا تيجي بعدهم بس. فهو ده الموست بريفالنت في الفود عندنا بره، طبعا مشاكلهم في النتس اكبر بكتير. تمام. والنتس بتعمليهم برضو منفصل ولا كلها تري نتس على بعض ولا بتفصليهم برضو؟ لا بفصلهم واحد واحد كتستنج، بفصلهم بصراحه بعملهم كلهم واحده واحده، لكن بيست برضو على الاكسبيرينس لما باجي اعالج بيشنت عنده بوزيتيف ل 1 اور 2 ايتمز من النتس انا بعالج كل النتس انكلودد في الاو اي تي بتاعي، لانه باي تايم البيشنت اللي عنده نوع واحد من السمك او نوع واحد من النتس باي تايم هيبقى الرجيك لبقيه الانواع، فانا كده سايباه اتريسك. وحصلت للاسف فيتاليتيز بره مصر بتؤكد القصه دي، يعني يبقى طفل مثلا الرجيك للالموندز فاهله منعينه من الالموندز ومعاه ايبي بان وبيروح مدرسته، يجي حد يديله بسكوتايه فيها بيستاشيو، الولد ده كان البيستاشيو حصل له لارنجيال اديما ملحقش يوصل للايبي بان بتاعه ومات في خلال دقايق. طب هو ما عندوش الرجي بيستاشيو، هو حصل هي ديفلوبت الرجي عشان الكروس رياكتيفيتي باي تايم ومحدش خد باله. فاحنا عشان كده الحاجات اللي فيها كروس رياكتيفيتي بنعالجها كلها في الاخر لو ثبت منها ان في واحده بس هي اللي الرجيك. تمام. طيب حاجه اخيره برضو الاكسكلوجن كرايتيريا، ما شفتش اكسكلوجن كرايتيريا يعني، هل مثلا كان في عندك عيانين فيري سيفير مش عارفه تعملي لهم اصلا توقفي الانتيستامين عشان تعملي سكين تيست فمش عارفه تنكلود دم، ولا الايج كان عندك بارير او العيانين بياخدوا بيتا بلوكرز وانت قلقانه من الانافلاكسس، ف او الايج مثلا الاكستريمز اوف ايج الاولد ايج قوي اللي خايفه برضو ان هو يعني مش عارفه الايج اللي انكلودد، هل في عيانين كانوا جيرياتريكس يعني ما شفتش اكسكلوجن كرايتيريا او ما خدتش بالي منها يعني في الستادي؟ طبعا احنا ما عملناش اكسكلوجن كرايتيريا ولا حتى انكلوجن، لان دول برضو هرجع واقول ان هي ما كانتش بروسبكتيف ستادي وكانت ريترو سبكتيف داتا اناليسيس. احنا البيشنتس اللي اخدوا الاميونوثيرابي دورنا هم كانوا مين وبدانا ندور على الداتا بتاعتهم بعد ما اخدوا. لكن هجاوب على اسئله حضرتك،
ما عندناش ايج ليميت غير الاطفال بنبدا لهم من سن 3 سنين الانهيلنت اميونوثيرابي، اما الفود بنبداه من سن سنه او 10 شهور. فده الايج الستارتنج ايج من سن 3 سنين. وعندنا الجيرياتريكس انا مش بفضل قوي ان انا اعمل لهم اميونوثيرابي نظرا لاسباب كتير للاميون سيستم ونظرا كمان للكومبلاينس والبيشنت مش قادر يلتزم بحاجه زي كده. لكن في ناس منهم بتنسيست، يعني انا ممكن الجيرياتريك بيشنت امشيها الانتيستامينز بكل انواعها وكل دوزز بتاعتها، ما نفعتش بقترح عليه لو هو قادر ماديا البيولوجيكلز، وخصوصا ان الجيرياتريكس اللي جايين بي سي اس يو جزء ما نقدرش نغفله منهم ناتج عن ان هم بياخدوا ميديكيشنز كتيره قوي، ضغط وسكر وحاجات كتير، والميديكيشنز دي حاجات كتيره مش قليله منها هتبقى مشاركه في السي اس يو، فمهما قعدت اعالج فيه في الانهيلنس ستيل انا مش هاخد نتيجه كويسه. فانا بفضل في الجيرياتريكس ان انا ادي بيولوجيكلز او ادي انتي هيستامينز كويسه، بس مش في بعضهم بيطلب لا انا مش عايز اعيش على ادويه او مش هقدر افورد بيولوجيكلز، وعالجي اللي تقدري تعالجيه سواء انهيلنس او فود. ونيجي مثلا في الدراجز نبتدي ندور على الترناتيفز ونبتدي نتشكل دراجز واحد واحد. طيب ده بالنسبه للسن. بالنسبه للسيفيريتي طبعا بنقابل فيري سيفير بيشنتس مش قادرين يوقفوا الانتي هيستامينز خالص، فعملنا بلان كده صغيره عملنا لها ديفلوبمنت احنا والحمد لله نجحت، ان احنا بنقول للبيشنت احنا بنفضل توقف الانتي هيستامينز مينيمم اسبوع، ولو واخد حقن ستيرويدز او اي حاجه بنفضل انك تكون موقف اتليست اسبوعين. لكن بنقول للبيشنت لو انت وقفت حتى لو يومين بس وبدا جسمك يبقى فيري رياكتيف والارتكاريا يعني بقت سيفير وضربت، تعالى اعمل التست. وفعلا بنسبه كبيره طالما البيشنت بقى رياكتيف فيري كويكلي بعد ما يوقف الانتي هيستامينز حتى لو فرقت يوم واحد وجسمه خلاص رياكتيف جدا، بنسبه كبيره لما بنيجي نعمل بوزيتيف والنيجاتيف كنترول بنلاقيه رياكتيف وبنقدر نكمل التست. احنا بنفضل ورا عين ارتكاريا يوم بيوم كده ونتابع معاهم ونحاول نوقف لهم على قدر الامكان، وبحاول اوقف لهم كده بروفيلاكتيك يعني بطريقه مش طريقه صح، بس اهو بحاول اقول له طب وقف كمان منتجات الالبان والويت في محاوله اذا كان عندك منهم الرجي ان احنا نهدي الالرجي شويه عشان بس نعرف نتعامل في عدم وجود انتي هيستامينز ونصمد لحد ميعاد التست. فاحنا بنحاول بالراحه مع البيشنت، اما البيشنت اللي جسمه هيضرب خالص بيجي لنا حاجه اسمها ايمرجنسي كده سكين بريك تيست قبل ميعاده وبنسبه كبيره بينفع دفع الارتكاريا بس، لكن في الحاجات التانية لا ما بنعملش كده، بيبقى سكادجولد واخد وقته الطبيعي يعني. تمام. طيب وبخصوص برضو الفيزيكال ارتكاريا، هل برضو دي كانت اكسكلوجن كرايتيريا؟ في ناس بيعندهم ارتكاريا وفي نفس الوقت في حاجه فيزيكال بتاكسسبريت يعني العرق؟ طبعا لا احنا مش بنعمل لهم اكسكلوجن. والبريشر دي هل كانوا اكسكلودد ولا لا؟ لا مش بنعملهم اكسكلوجن، احنا بنعتبر ان فيزيكال ارتكاريا جزء من الارتكاريا الكبيره، يعني البيشنت لو هو سنسيتيف للانهيلنس والفود وبقى جسمه سنسيتيف اوريدي هيدخل ممكن في اكواجينيك ارتكاريا وهيدخل في فيزيكال ارتكاريا. ممكن يكون العرق او الحر ده precipitating factor للارتكاريا اللي already present. فلما بنعمل احنا على فكرة معظم العيانين اللي عندنا يعني اكتر من 90% منهم الارتكاريا بتاعتهم precipitated بالstress وبالheat، سواء heat ده sweating او heat مباشر او اي نوع heat ناتج عن اي شيء. مفيش عندنا غير 2 عيانين كانوا cold ارتكاريا precipitated by cold ودول ما خفوش خالص معانا. فيبقى احنا العينين كلهم اللي كانوا ريسبوندرز اوريدي كان بيجي لهم جزء منهم اكواجينيك ارتكاريا لما ياخدوا دش، وجزء منهم كبير لما يخرج في الشمس او يعرق او يتحرك او يأكسرسايز. دي في نظري precipitating factors لأوريدي sensitive ارتكاريا to الالرجيز او الانهيرنس الموجودة. بنعالج الانهيرنس بنخفف الاتوبيك المشكلة الاتوبيك الموجودة اوريدي، فالاعراض التانية دي بتروح معانا لان هي جزء من المشكلة او precipitating factor للمشكلة، ما هياش الاساس ان البيشنت ده مشكلته مع الهيت، لا هو اوريدي الرجيك بس بريسيبيتيتد باي هيت. والدليل الحمد لله ان معظمهم خفوا. اقدر اسميه سي اس يو يعني لو انا عين عندي اصلا عنده فيزيكال ارتكاريا كامل هقدر اسميه سي اس يو؟ طبعا ما اسميهوش ليه سي اس يو، اتس ا تايب سي اس يو. ما هي يا اما فيزيكال يا اما سبونتينيوس، لكن انا لو لقيت لها سبب او يعني لو فيها حاجه فيزيكال هل هتبقى سبونتينيوس؟ هو انا اسم سبونتينيوس ده اللي بتقوليه هقول لحضرتك. انا فاهمه بتقولي ان هو مش ما فيش كلير كات، بس هي الفكره لو انا بتكلم في ستادي هل اقدر انكلود بيشنت عندهم فيزيكال ارتكاريا وقلنا اسمها كرونتينيوس؟ يعني ممكن اقول ارتكاريا لكن هقول كرونيك سبونتينيوس ارتكاريا في عين عنده فيزيكال ارتكاريا؟ انا رايي الشخصي ان هي اللي بيبقى اسمها كرونيك سبونتينيوس انتل ان احنا نوصل للسبب،
زي كده الايديوباثيك انافيلاكسيس. هو مفيش ايديوباثيك انافيلاكسيس، هو احنا بس مش بنبقى واصلين للسبب. لو وصلنا للسبب مهما كان صعب ما بقتش ايديوباثيك. فهي دي الفكره، هي اسمها كرونيك سبونتينس عشان ما حدش واصل للسبب. لو احنا وصلنا وقدرنا نعمل ديتكشن للاسباب او لاتليست جزء كبير منها وقدرنا نعالجها، ما بقتش سبونتينس. هي سبونتينس لحد ما نوصل للاسباب. ده راي الشخص. احنا معانا يعني تقسيمه او كلاسيفيكيشن موجوده يعني بتعاملوا بيها عالميا ومشهوره، انواع الارتكاريا ومنها الفيزيكال والاكواجينيك ومنها الفاسكولار ومنها الاوتو اميون، كلها بتندرج في الاول تحت كرونيك سبونتينيس وبتتقسم وبتتفلتر والالجوريثم بتاعها بيوصلنا لاتجاهات، وده اللي اوريدي بنعمله واحنا بناخد الهيستوري بتاع البيشنت. فالبيشنت هو جاي لي كده بارتكاريا قعدت مور ذان 6 ويكس، احنا وهو البيشنت نفسه مش قادر يحدد لها سبب، يعني مش بياكل الاكل ده فيحصل ارتكاريا ويوقفه فما يروحش، لا بيقول انا بتطلع لي ومش عارف اي اسباب. فانا بالنسبه لي دي اسمها كرونيك سبونتينيس ارتكاريا. دوري ان انا الاقي السبب ويا رب الاقيه ووصلت له كويس. في ساعات ناس ما بنوصلش، في ناس ما بتستجبش، بنعمل كل حاجه وما بتستجبش، هيفضل اسمه كرونيك سبونتينيس. انما اللي وصلنا خلاص ان شاء الله يعني تبقى المشكله اتحلت. فده راي الشخص، ان هي ده تسميه لحد ما البيشنت نوصل للسبب بتاعه، ما بقتش بقى سبونتينيس خلاص، بقينا عارفين السبب بس. تمام. بس يعني قصدك يعني اللي انا اعرف ان هي بتتقسم اما فيزيكال يا اما سبونتينيس، بس ما علينا. يعني عايزه تقولي ان الفيزيكال ارتكاري بتتحسن بالمره ده، بس دي معلومه انا عايزه اعرفها. بتحسن جدا خلاص. كل البريسيبيتيتنج فاكتورز دي ما بتعملش مشكله للبيشنت. دي من الحاجات اللي بيجي يقول عليها انا قعدت في الحر ما تعبتش، انا عملت اكسرسايز ما حصلليش مشكله. طيب زي نفس فكره عيان من دول كان ماشي على بيولوجيكس او قلتي كانوا ماشيين صح؟ يعني في منهم كان ماشي وفيلد ولا كان متحسن بس عايز يشوف يعني لونج، يعني حاجه كيوراتيف، يعني حاجه ديزيز موديفاينج. يعني احنا اصلا في مصر احنا مش عاملين زي بره، مش بيعملوا كيور، لكن البيولوجيكلز بتتصرف تبع التامين، فبالتالي البيشنت ماشي عليها ما عندوش مشكله، هو مش بيدفع حاجه. احنا هنا وي كانت افورد ذس، حتى لو بيصرفها تامين مش هيصرفها مدى الحياه. فاحنا لو حتى لو البيشنت قدر يصرفها احنا بنستغل الفتره بتاعه البيولوجيكلز في ان احنا نكون بنعالج. هو الصوت بيقطع مش سامعاني، مش عارفه ده عندي ولا عند الكل. طيب هقول لحضرتك معلش قوليها، تقولي كلمه ايه؟ البيولوجيكلز ار نوت ا تريتمنت، فسونر اور ليتر البيشنت لو وقفوا هيرجع بنسبه كبيره للاعراض بتاعته. فاحنا بنستغل الفتره اللي البيشنت قادر يصرف فيها بيولوجيكلز ايا كانت الطريقه اللي قادر يعملها، انه تكون الفتره دي بنعالج علشان لما يخلص فتره البيولوجيكال بتاعه يلاقي نفسه اتحسن وبيكمل تحسن وكان توليريت الانتي هيستامينز ات ذات تايم، ما يبقاش لسه محتاج البيولوجيكلز. لاننا في مصر ما نقدرش افورد ان البيشنت يفضل عايش على بيولوجيكلز زي الناس بره. ثانيا حتى الناس بره ما بقوش كلهم عايشين على بيولوجيكلز، الظروف الاقتصاديه ما خلتش صرف البيولوجيكلز بقى سهل زي الاول. ده اولا. ثانيا سايد افكتس بتاعت البيولوجيكلز بدات تبان عند ناس كتير بالذات اوفر تايم، فناس كتير خلاص ما بتقدرش تكمل فيها. فان احنا نقدم كيور اكتوال كيور واثناء فترة الاولى الصعبه اللي الكيور ده او الاميونوثيرابي محتاج وقته عشان يديفلوب، احنا بنستغل الفتره دي بقى ان احنا يعني نكنترول السيمتومز بالبيولوجيكلز، ده لو البيشنت قادر يعني. تمام. بس وربنا يسهل يا رب عشان الوضع الاقتصادي ده. شكرا ليك. شكرا دكتوره دينا، شكرا دكتوره غاده، احنا تعبنا حضرتك جدا وطولنا عليكي. لا ربنا يخليك. هو لسه في ناس عامله ريز هاند، يعني لو حضرتك متقبله يعني امركم. طبعا شكرا دكتوره غاده. انا في اتنين او ثلاثة. مين حضرتك رافع ريز هاند؟ دكتوره سيلفا حد دلوقتي. دكتوره سيلفيا ودكتوره ليلى. اتفضل. مساء الخير دكتوره غاده. اهلا، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. احنا كان لينا مناقشات قبل كده كتير في موضوع الاميونوثيرابي، بس انا حابه برضو اتاكد، هل العيانين اللي بيجوا لك اساسا بانافلاكسس دول برضو بيتعمل لهم سكين تيست وبرضو بياخدوا اميونوثيرابي؟ يعني انا صراحه البوينت دي لازلت متفوته منها. ده اساسي، لان العيان ده بيبقى ات جريت ريسك، هو جاي لي وداخل طالع طوارئ كل يوم وعنده بانيك اتاكس. يعني بيبقى حتى عندنا تيم بيشتغل معانا من psychologist sorry علشان الفير الفظيع اللي عند البيشنت ده نقدر نتعامل معاه. طبعا اي حد دخل طوارئ بانافيلاكسيس
ممكن يكون عارف انا اكلت جمبري طلعت على الطوارئ ودي اول مره في حياتي، بس ناس بورشن مش قليل منهم بيقول انه حصل له انافيلاكسيس ودخل الطوارئ وطلع وهو مش عارف السبب خالص، والموضوع ريكورنت ممكن بعدها بيومين ثلاثه يدخل تاني وبعدها بكام يوم يدخل تاني. كان عندي بيشنت كده وطلع اليرجيك لما قدرنا نعمل له السكين تيست بصعوبه شديده، لان هو من كتر ما دخل الطوارئ هو يوميا بيدوا له حقن ستيرويد، احنا مش ملاحقين مش عارفين نوقف له امتى. ففين عقبال ما قدرنا نهدي الموضوع ونوقف اكتشفنا ان عنده سيفير فود الرجي وسيفير انهيلنت الرجي. وصلت بيه انه بعد كده مجرد خروجه في الشمس يمشي بس كده في الشمس وفي الشارع وفي وسط الجناين عشان يروح كليته ولا يعمل اي حاجه يدخل في انافيلاكسيس ويقع من طوله مجرد نزوله في الهواء كده في الشمس. بس الحمد لله يعني ده طبعا كان لازم ياخد بيولوجيكلز بجرعه مش قليله، وكان لازم يأفويد كمان الفود لان البيولوجيكلز ما بتحميهوش من ان هو ياكل الفود ده. البيولوجيكلز دي قدرت بس تخليه سيرفايف انه مش كل يوم يحصل له انافيلاكتيك اتاك لمجرد خروجه للشارع. اما الفود كان عامل له افويدنس لانه لو شم حتى الفود، مع انه كان قبلها باسبوعين كان بني ادم سليم يعني كل ده حصل صادنلي، لو شم حتى الفود ده في وجود البيولوجيكلز لا دخل الطوارئ فعلا. فالبيولوجيكال ساعدته ان هو يسرفايف مع الاتاكس دي انتل ان احنا نقدر نعالج الانهيرنس دي. طب ما هو السكين تيست لوحده ممكن يدخله في اتاك، يعني هل ما بتبقيش خايفه انك تشتغلي مع عيان انافيلاكسيس؟ انا اتعودت ده شغلنا وده عشان مصلحه العيان، فاحنا برضو عملنا كده بروتوكول معين للتعامل مع الانافيلاكتيك بيشنتس. يعني واحده من الناس اللي قلنا عليها عندي دخلت مستشفى بعد ما احنا عملنا لها ريسوسيتيشن وادينا لها كل حاجه ابينفرين، ما كانتش نتيجه، يمكن واحده منهم يعني ما كانتش نتيجه الاميون ثيرابي، انا افتكرت دلوقتي كانت نتيجه التست الفود الرجي تست بالذات بيدخلنا في انافيلاكسيس، شفناها للاسف كتير. وما احنا عندنا مشكله يعني بيجي لنا بيشنت خلاص احنا اتعلمنا بنقول اسال البيشنت لو انت رحت الطوارئ حصل لك انافيلاكسيس كلت ايه قبلها، هل عارف؟ لو البيشنت عارف ومتاكد من ايتمز معينه في الفود احنا بنكسكلود الايتمز دي بره التست تماما خلاص. نو واي ان انا اعمل انواع فود البيشنت عارف ومتاكد ان هو الرجيك ليها وان هي ممكن تعمله انافيلاكسيس، لان هتعمله انافيلاكسيس وهو قاعد عندي، فدي بنعمل لها اكسكلوجن وبنبروسيد على طول للتريتمنت بتاعها بالاو اي تي بيكوز ذس از ماتش سيفر. مش عايزه اتاكد خلاص انا واثقه في كلام البيشنت مش عايزه ادخله في انافيلاكسيس لانها بتبقى فيري سيفير بجد، واحنا هنبروسيد للاو اي تي بالحاجات دي. لكن بيشنت بقى مش عارف اصلا زي اللي عمال يحصل له كل يومين انافيلاكسيس مش فاهم اي حاجه، احنا ما عندناش حاجه نكسكلودد يعني، فبنضطر نعمل التست كومبليت. سبيسيفيك اي جي اي امن السبيسيفيك اي جي اي للاسف معظمه فولس نيجاتيفز ما بيحمينيش. هي دي حقيقه بس اكتر مور سيف، انا برضو يهمني السيفتي بتاعتنا احنا عشان مش حاجه تحمينا في مصر يعني. أيوه. طب سؤال تاني معلش حضرتك كنت قلت انك ارد عليكي ثانيه، هو ايه احنا حمينا نفسنا بايه؟ احنا عملنا ماسكينج للامور، احنا خدنا تيست معظمه فولس نيجاتيف واطمننا بطريقه غلط احنا والعيان وسبناه يطلع لبره. ايوه لا انا عملت سكين تيست ودخلت انافيلاكسيس قدامي، يعني حاسه ان انا بدخل نفسي في ترابلز انا كنت في غنى عنها يعني. برضو ما هو في جزء انا اي شود يعني ده يمكن اختلاف ما بيننا. طيب انا سؤال تاني برضو عشان ما اطولش على الميتنج، حضرتك كنت ذكرت ان التوتال اي جي اي بيبقى قليل في معظم عيانين الاتكال، بصراحه انا بشوف العكس يعني بالعكس بشوفه كتير بيبقى عادي وعيانين ما يعني مش شرط خالص يكون كوموربيد الرجي معاهم، ودول عاده اللي بحس ان هم بيستجيبوا احسن للاميونوثيرابي. فانا يعني برضو يعني في ناس اصلها بندي وما بيستجيبوش، مش كل الناس بتستجيب، لكن معظم اللي بيستجيب بصراحه بلاقي التوتال اي جي اي بتاعه بيبقى عالي. مش عارفه برضو يعني انا حضرتك والزملاء تتفقوا معايا في الملحوظه دي ولا لا، انا يمكن ما عملتش دراسه بس ده اللي بشوفه يعني في البراكتس. والله احنا بنشوف كل حاجه يعني وبنتعلم كل يوم، يعني احنا شفنا ايزوليتد ارتكاريا في الفيس بس بتاع بيشنت، فكان احترت الدكاتره في الدياجنوزز وان ده اكني وان دي مش ارتكاريا ما هي ايزوليتد بس للفيس، بس لا باي تايم احنا اتاكدنا ان الارتكاريا ممكن تبقى ايزوليتد لمكان واحد سبيسيفيك في الجسم وهي ارتكاريا وهي كرونيك وهيتعمل لها انهيلنس فود وهتطلع البيشنت دي سيفيرلي بوزيتيف تو ماني الرجنز وهتتعالج وهتستجيب. فاحنا شفنا حاجات كتير، فطبعا رايك صح ان انت ممكن تشوفي البورشن اللي شفتيه فيه اي جي اي عالي، احنا البورشن بتاعنا مش اقل من 50% اي جي اي قليل، احنا بنشوف كل حاجه، بنشوف دي دايمر عالي في الارتكاريا بيشنتس، بنشوف دايما بنسبه كبيره اي اس ار وسي ار بي عالي وهم ما عندهمش اي اذر كوموربيديتي عالي بس لاحظناه في الارتكاريا.
دي حقيقة. آخر ملحوظة برضو معلش، يعني تكملة على موضوع الفيزيك الارتكارية، يعني في ناس بتبقى ميكست، أعتقد هم دول اللي ممكن أعمل لهم سكين تاست، لكن لو عيان فيزيكال بس ده تعمليه سكين تاست؟ يعني بيبقى في ناس سواء اتعرض للشمس ما تعرضش للشمس هو هيجي له ارتكاريا، بس العمليه بتبقى اكزاسربيتد في الشمس، فده بيبقى ميكس فيزيكال مع او اللي بنسميها انديوست مع سبونتينيوس، ده ممكن اشتغل معاه. لكن العين الفيزيكال بس اعتقد انه ده ما يعني مش عارفه ده بتعملي له فعلا سكين تيست ومين اللي هعمله. اول واحد اعمله لان هو نزل في الشارع عمل اي فيزيكال اكتيفيتي، مجرد مشيه، تعرضه للهيت، تعرضه للبولنز اللي في الشارع، كل ده دي انا بالنسبه لي برضو باي تايم، انا يعني احساسي ان دي بريسبيتيتنج فاكتورز ما هياش الاسباب الاساسيه. فالناس دي عملنا لهم طبعا سكين بريك تيست وخدوا اي اي تي وتحسنوا جدا، زي مثلا قصه الاكسرسايز انديوست فود الرجي. طب ما هو هل هنا البيشنت عمل اكسرسايز وذين 4 اورز اكل اكل، الاكل ده لما يعني عيش مثلا، لما بياكل عيش عادي من غير اكسرسايز في الوقت القصير ده ما بيحصلوش اي انافيلاكسيس، ياكل عيش ويعمل اكسرسايز within 4 hours يدخل في انافيلاكسيس. طب ليه؟ عشان دي اكسرسايز انديوز. هل هنا انا مشكلتي في الاكسرسايز؟ لا، انا مشكلتي في الفود ده، بس الفود ده تحديدا اكسرسايز انديوز، بعالج الفود، بعمل له ديسنسيتايزيشن، العيان بيخف، بياكل بعد كده عيش وبيعمل اكسرسايز ما بيحصلوش مشكله. فانا برضو ببص الارتكاريا ان هي نفس الحكايه، الاكسرسايز او الهيت او وات ايفر هو بريسيبيتيتنج فاكتور، ادور على السبب الحقيقي وعالج السبب اللي هو عامل لي المشكله والاتوبي دي كلها، وعامل لي مهيج لي الدنيا ومخلي البيشنت سنسيتيف لاي فاكتور طبيعي مش المفروض اصلا يسبب له كده. وهي دي فكره الالرجي، احنا سنسيتايزد لحاجات مش المفروض نبقى سنسيتيف ليها، هو ده الالرجي بس. ميرسي ليكي ونورتينا. ميرسي دكتور ليلى. ازاي سلام يا عم، حضرة جميلة، ربنا يخليك يا دكتورة ليلى، تسلميلي. لا انا اسمي لبنى، لبنى القرشي، استاذ مساعد في الجامعة. اهلا يا دكتورة لبنى. اهلا دكتورة لبنى، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور، تسلمي. طبعا يعني برزنتيشن جميلة، وانا طبعا متفقة مع حضرتك في ان الالرجين ايميونوثيرابي بيجيب نتائج فعلا مع حالات الكرونيك سبونتينيوس ارتكال. الحمد لله. بس هنا مثلا في التيك هوم مسج حضرتك اي، لان كرونيك سبونتينيوس ارتكاريا از الرجيك ديزيز ان نيتشر في بعض البيشنت. مظبوط. هل عندنا ان البيشنت في البحث بتاع حضرتك اديتيف من الالرجين اميون ثيرابي ان انا كده اقدر احكم عليهم ان هم الرجيك نيتشر، هل ده يكفي؟ مش ان انا اديتهم ان هم بقوا ريسبوندرز وان هم خفوا وتحسنوا، يعني انا لو انا مش هل ده يكفي؟ انا في رايي ده ايفيدنس قوي. لو انا مش متاكده وعندي شك وعندي هنا اثبات ان البيشنت لما اخذ التريتمنت ده للحاجات اللي انا شاكه فيها اتحسن او خف، طب انا محتاجه ايفيدنس اكتر من كده ايه؟ انا عشان اقول ان البيشنت ده الرجيك فلازم يكون في عندي في الموليكولار بيزس بتاعته في هايبر سنسيتيفيتي ميكانيزم، وانا قدرت اثبت الهايبر سنسيتيفيتي ميكانيزم. الاستاذ اللي حضرتك عاملاها ما تطرقتش للجزئيه دي، لكن هي تطرقت الى ان الاميو ثيرابي بيجيب نتائج بالضبط. ودي حقيقه، لكن هل معنى مثلا لو حضرتك بصيتي في الليتريتشر هتلاقي ان في منشور في الليتريتشر بيشنت عندهم سورايسيس ولما خدوا الالرجين اميون ثيرابي السورايسيس اتحسنت، هل ده معناه ان السورايسيس اقدر اقول عليها ان هي الرجيك ان نيتشر؟ لا، هي سورايسيس اوتو اميون ديزيز، وبرغم كده هي ريسبوند. نقدر نفسره بايه؟ ان الاميون ثيرابي قدر يعمل نوع من انواع الاميون ميديوليشن. قد يكون الاميون ده عن طريق ان هو قدر يطلع تي ريجولاتوري سيلز، وتي ريجولاتوري سيلز طلعت سبريسور سايتوكاينز وقفت الاميون ريسبونس اللي حاصل ايا كان الرجيك اميون ريسبونس اوتو اميون ريسبونس. دي الحاجه اللي ممكن تفسر، لكن مش معنى ان البيشنت يريسبوند للالرجيك اميون ثيرابي ان انا احكم واقول ان ده الرجيك ديزيز. ولو هنقول ان هو الرجيك ديزيز، اكيد حضرتك في التايبس دلوقتي يمكن اشهر نوعين للارتكاريا اللي هو تايب 1 اوتو اميونتي اللي هو بيقولوا عليه اوتو الرجي، وتايب 2 لو هنحط كلمه الرجيك مش هقدر احكيها معناها ان بعمل ميكانيزم جديده، مش هتندرج اعتقد تحت اي صنف من الصنفين دول، هو تايب 1 اوتوميتي وتايب 2 اوتوميتي، صح؟ وليه ما نعملش ميكانيزم جديد؟ نعمل ما نعملش ايه طبعا؟ هم جديده كمان وماركرز، وهم كل مدى بيكتشفوا بالظبط احنا مش مختلفين. انا اللي اقصده ان احنا
عندنا observation ان العينين بيستجيبوا للنيو ثيرابي، بس محتاجه further بقى طبعا research work. ايه اشوف بقى اقيس اقيس لاب اقيس سايتوكاينز اقدر ساعتها ابدا اقصر الميكانيزم اللي بتحصل. ايه بدليل على كده كمان مش بس الاوتوميون ديزيز بتسبوند للالرجي نيو ثيرابي، الزولير كان اولى ساعتها بشركه نوفارتس لما الزولير نزل وهو انتي اي جي اي، ان خلاص يتكلموا بقلب جانب ويقولوا ان الارتكاري اتش اي اس اي جي اي ميديتد ديزيز. الا هم قعدوا يقولوا احنا بنفترض ثيوريز، احنا لاحظنا انه بيحسن عينيه الارتكاريا وبنفترض ثيوريز، والثيوريز دي كلها عباره عن انه بيعمل نوع من انواع الاميون ميديوليشن. تمام. لكن ما حدش يقدر بثقه يقول ان هو اي جي اي ميديتد ديزيز بناء على في اميون ميديوليشن بيحصل. الحاجه الثانيه حضرتك قلتي ان احنا محتاجين نعمل سكين بريك تيست بدقه اكتر وناخد بالنا من الحاجات الصغيره في القرايه بحيث ان انا ادخلها معايا في البانل اللي هديها للعيان في النيو ثيرابي. صح مظبوط. تفرق في نتائج العيان. يعني يمكن احنا دلوقتي قدامنا ثلاث تجارب، يمكن عشان انا شغاله في جامعه الزقازيق وعندنا وحده حساسيه، احنا مثلا على انواع من البولنز ممكن انكلود اللي عندنا مش موجوده زي البولن مثلا بتاع البرسيم بتاع الدورة، في حاجات بولنز احنا حاطينها مش موجوده مثلا غير عندنا. لا انا البانل بتاعتي فيها البرسيم والدورة فيها؟ من فيها كل الحاجات اللوكال دي. والعيانين بياخدوا عندنا البولنز دي وعددها قليل لانهم فعلا في ريسبونس. واعتقد كمان في الدمرداش عندهم بانل ثانيه من البولنز، وبرضه البيشنت بتاعهم لما بياخدوا الاميون ثيرابي بيرسبونس. حضرتك ما شاء الله عندك بانل كبيره جدا وشايفه بيرتش بولين وحاجات كتير، وبرضه البيشنت ريسبونس الكويند ريسبونس برضه في كل الثلاثه اكسبيرمنت دول. صح. على اختلاف انواع البولينز وعلى اختلاف عدد البولينز اللي اتاخدت، سواء كان اكستنسيف اميون ثيرابي زي ما حضرتك بتقولي او بدي مجرد بدي مونو الرجين او بولي الرجين. مظبوط. فواضح ان في التفسير يقدر ان في نوع من انواع الاميون موديوليشن، وسواء كمان العينين خدوه سبلينجوال او سبكوتينيوس في الثلاث اكيد انا مقتنع ان الاكسبوجر للالرجين بطرق كتير هيدي نتائج في جميع الاحوال. تفرق بس اكسبوجر مدته قد ايه، تفرق نوع الالرجين الاكستراكت بتاعه معمول ازاي، لكن هو هيدي نتائج. تفرق في البروتوكول حاطين كام ايتم، يعني مدين البيشنت الماكسيمم بنفيت بتاعه ولا بنختار حاجات بسيطه، كله هيفرق، كله هيدي نتائج. بس هتفرق بقى البيشنت هيبقى الايفكت بتاع الايمونوثيرابي هيبقى سستينبل عنده، هيكمل معاه قد ايه. في ناس بتتحسن جدا وتيجي تقول انا بعد 3 شهور لما وقفت ما كل حاجه رجعت. هتفرق في حاجات كتير، لكن انا مقتنعه ان كله هيجيب نتائج وكرود، لان ده الطريقه اللي اصلا بنعالج بيها الفود دلوقتي وجايبه نتائج هايله. ما وانا كده الفود من بره احنا بنعالج مش في حته الاختبار او في حته النوع الالرجين او ان احنا نقراه صح او غلط. التريكه في حاجه ثانيه، في حاجه لسه ما طفتش في الميكانيزم اللي بتحصل في الحاجه الثانيه برضو. حضرتك بتقولي قد ايه العيان، يعني حضرتك قلتي دلوقتي ده يعني ده كيور، ان انا الاقي كيور لعينين الارتكاريا ما اعتقدش ان ده كيور. احنا ممكن نقول ان الاميون ثيرابي دخل العينين في ريميشن. عشان اقول كيور فانا لازم يبقى عندي الميكانيزم بتاع الديزيز اصلا، والميكانيزم اللي بيشتغل بيه التريتمنت اللي انا بديه، وبعد كده افولو اب العيانين. هو ممكن البيشنت جاست دخل في ريميشن، وده المشهور. احنا حتى عيني الالرجيك رينايتس والازمه لما بياخدوا الاميون ثيرابي بيبقوا عايزين يعرفوا هم هيخفوا نهائي ولا ممكن الالرجي ترد لهم. مظبوط. العيان انا نجحت ان يدخله في ريميشن، يعني يدخله في التوليرانس. هل التوليرانس ده بقى هيكمل معاه قد ايه بعد ما وقف الاميون ثيرابي؟ عليها كلام كتير في الليتريتشر طبعا، والالرجي رد للعيانين بعد الاميون ثيرابي. اعتقد هيبقى نفس الكلام في الارتكاريا. هقول لحضرتك حاجه عشان ما انساش ارد على حضرتك. بالنسبة للعيان هيبقى عنده sustained unresponsiveness لمدة قد ايه، ده debate في كل desensitizations ايا كان بنعملها على الفود ولا على الانهيلنت، وليه factors كتير قوي من اهمها الاكسبوجر والبروتوكول اللي اتعالج بيه والليفل اللي وصل له، وهل كان اثناء العلاج بيتعالج بصعوبة وعنده side effects كتير، ولا العلاج كان ماشي smooth والاميون سيستم عمل tolerance كويس بسهولة. كل دي factors، لكن اللي اقدر اقوله طبعا حضرتك عندك حق تماما، احنا محتاجين نفولو اب البيشنت مده طويله، واحنا لسه بنعمل ده، ومحتاجين انفستيجيت كل الميكانيزمز، وفي ميكانيزمز كتير مش كلها اي جي اي ميديتد، في اي جي جي وبرده بيرسبوند كمان للديسنسيتايزيشن، وده لقيناه مؤخرا وبداوا يتكلموا عليه في المؤتمرات الاخيره بره. في ميكانيزمز كتير، احنا هنا
في الاستادي دي، ده البرسبكتيف اللي بدأنا بيه. يمكن ان شاء الله قدام هنبتدي نجزأ الموضوع جزء جزء ونبص من زوايا مختلفة، مرة لاب تيست ومرة نشوف افتر تايم الاميون ريسبونسز او الاميون سيستم حصل تشينجز فيه ازاي. دي كلها حاجات محتاجة تتشاف فعلا، حضرتك عندك حق تماما. بس جزء السستينابيليتي يعني باي اكسبيرينس برضو، انا جالي ناس مثلا عاملين اميونوثيرابي مع والدي الله يرحمه من 10-15 سنة ورجعوا باعراض دلوقتي، تعبوا تاني. فلما باجي اعيد السكين بريك تاست تاني واشوف ايه اللي حصل، انا بنسبة 90% بلاقي الحاجات اللي اتعالجوا منها من 10 سنين واكتر نيجاتيف، وبلاقي ان دلوقتي بقى فيه نيو الرجينز ما كانتش موجودة وقتها، هي دي اللي بعالجها. في ناس قلة قليلة بلاقي حصل يعني ان الالرجينز اللي كانت بيتعالجوا منها رجعت تاني بقت بوزيتيف، بس دي قلة قليلة. معظمهم لما باجي اعمل نيو سكين بريك تيست بيطلعوا بوزيتيف للنيو انهيلنتس او نيو الرجينز. انا نفسي عندي لو حد بقاله سنة على الاميونوثيرابي وبعد ما اتحسن جدا جدا دخل في سيمتومز تاني وحصل له اكسسيربيشنز بعنف ومش راضية تقف، بنعمل ايه؟ بنعمل اعادة للسكين بريك تيست للحاجات اللي ما دخلتش في الاميونوثيرابي اللي كانت نيجاتيف. احنا بنفاجئ لما البيشنت يكون دخل في الوضع ده بعد فتره تحسن كويسه ان هو هي ديفلوبت نيو الرجينز للنيو الرجينز، وبمجرد ما بنعمل مصل جديد للنيو الرجينز في خلال شهرين ثلاثه البيشنت بيتحسن تريمندسلي. يعني لحد دلوقتي بعد تدوير كتير ده الميكانيزم اللي بقينا نتبعه لما بنشوف اكسسيربيشنز وريميشنز. طبعا ده بعيدا عن الاكسسيربيشنز بتاعه السيزونال يعني اللي بتاخد وقتها، ومفروض بعد الثلاث سيم بتوع الاي اي تي بتكون هديت جدا. لكن لو البيشنت اثناء العلاج بيدخل في سيفير اكسسيربيشنز وريميشنز حلوه وبعد كده يدخل في اكسسيربيشنز تاني، بنرجع ندور على ايه اللي جد علينا وتيرند اوت فروم او تيرند فروم نيجاتيف تو بوزيتيف في الالرجينز ونعالجها، والبيشنت بيتحسن وبيبقى فعلا عنده سستيند نون ريسبونسيفنس لمده طويله. يعني دي ملاحظاتي الشخصيه، كل ده طبعا محتاج ريسيرش كتير، وان شاء الله نعمل كل حاجه وحضراتكم تعملوا وكلنا نساعد بعض ونكمل بعض ان شاء الله. تسلمي دكتوره غاده، شكرا الف شكر دكتوره غاده، يعني حضرتك شرفتينا ونورتينا، وبشكر حضرتك جدا على الدسكشن الثري ده، ويعني ساعد صدرك على كل هذه الاسئله والمناقشات. بس حضرتك يعني احنا ممكن نكمل لبكره الحقيقه يعني فعلا التوبيك هوت توبيك، ومن النقط اللي هي عالميا حتى مثيره للجدل جدا. يعني احنا كلنا ما فيش اي ساتلمنت فيها، واحنا يمكن الخبرات المتواضعه اللي عندنا حتى بتقول ان لا، ان هو فعلا بيجيب نتيجه. ونتمنى ان احنا نكمل اكتر في النقطه دي وفي الريسيرش ده، واحنا احنا لازم نبقى سعيدنا جدا جدا بحضرتك، نبتدي هنا ننشر حاجاتنا كلنا ونرقى بالحاجات جداً. دي إيه. ان شاء الله باذن الله، يا ريت، هي يعني نقطه مهمه جدا، وحقيقي يعني احنا سعدنا جدا باللقاء مع حضرتك، ونشكر حضرتك جدا النهارده، ومحاضره قيمه جدا والقاء رائع وكميه داتا رهيبه يعني استوعبناها النهارده. طولت عليكم، انا عارفه والله في البرزنتيشن. لا احنا اللي طولنا على حضرتك، ميرسي جدا ليكي على صبرك وعلى اهتمامك وعلى كل حاجه دكتوره غاده، سعدنا جدا بوجودك النهارده. شكرا ليكي، وشكرا للدكتور محمد شايب والدكتوره فوزيه والدكتور ماجد رفعت، كل اساتذتي وكل الدكاتره الموجودين، دكتورة سيلفيا والدكتورة دينا وكل الأساتذة والدكتورة لبنى، يعني مش هفتكر كل الناس، بس بجد بشكركم، وأتمنى إن كل واحد عنده فكرة يدق أكتر في الموضوع وياخده من زاوية تانية. نعمل كده يا جماعة ونتحد مع بعض ونطلع ريسيرشز جديدة أو ببلش بيبرز جديدة، نبقى احنا اوت اوف ذا بوكس، نبقى احنا بنحط النيو جايد لاينز، نبقى احنا بنعمل حاجات هم بره ما فكروش فيها ولا ماشيين عليها. ليه دايما هم اللي يعملوا التغيير؟ عايزين احنا كمان نشارك فيه بقوه. صحيح، وعندنا داتا كتير جدا عندنا، لكن مش published او مش documented. يعني انا مش عارفه صحيح. يعني انا لو منكم لو في قصه الكرود الرجينز دي، انا هفضل احاول ان هي بالكرود الرجينز بالبروتوكولز بتاعتنا اللي اوريدي سكسسفول بالكرود الرجينز ان احنا ننشرها. لو في جورنال مش هياخدها التاني هياخدها، وباي تايم هيقبلوها، لانه في ازمه عالميه في الاميونوثيرابي. احنا دلوقتي لما بنيجي نشتري من بره احنا مش بنشتري كده بكل سهوله، الاسعار متضاعفه جدا، في شورتج رهيب في الالرجي من وقت الكورونا. يعني مش عارفه ازاي البولنز ما بقتش موجوده. عملنا بيزنس ميتنج مع الشركات في امريكا في شهر 3 اللي فات،
معرفش انا لحد دلوقتي مش قادره افهم يعني ايه مش قادرين يصنعوا البولنز بسبب الكورونا او من وقت الكورونا اللي كانوا اوريدي بيصنعوها، ازاي حصل شورتج؟ ففي شورتج عالمي يعني دلوقتي بناقصني 30 حاجه بطلب بيجي لي حاجه واحده بعد شهرين ثلاثه، اصل في من كذا شركه. فيعني هو باي تايم هم لازم هيقبلوا كده، بس احنا اللي لازم نفضل نحاول ان احنا ننشر شغلنا، لانه ايا كان الميثودولوجي اللي احنا عاملين بيها مش لازم هم اللي يحطوا الستاندردز، احنا كمان لازم هتغير الراي عالميا. صحيح طبعا لازم نقول طالما الحاجات دي سكسسفل فاحنا لازم نقول ونصر، والدليل انه صوتنا بقى بدا يبقى مسموع. ما هم كانوا بيرفضوا، انا اول ما كنت بتكلم في 2020 في برلين عن ان الارتكاريا ممكن تبقى الرجيك وبتتعالج بالاي اي تي في حالات كتير، كانش حد راضي يسمعني، كانت الفكره مرفوضه، كانوا يقولوا ايه الجنان اللي انت بتقوليه. دلوقتي هم قابلين وبدات بيبرز تنزل ونزلوها اهو، جلسات عالميه بترفض اي علاج اميون ثيرابي، يعني لما بتتباعت بيبر فيها اميون ثيرابي مش بيرضوا ينشروها، بتترفض. انت اكبر تو انتيتيز زي اليوروبيان اكاديمي والامريكان اكاديمي مش هيرفضوا، ما هي دي اليوروبيان والاكبر منها واللي بتتعامل اميون ثيرابي بحريه شديده الامريكان، دول مش هيرفضوا. فاحنا لازم نحاول بقوه نثبت راينا وان شاء الله نعمل تغيير عالمي كبير باذن الله. يا رب يا رب. اشكركم جدا، بركه في حضرتك يا ريت. الف شكر يا دكتور، سعدنا جدا باللقاء، شرفتينا يا دكتور. ميرسي جدا، اشوفكم على خير قريب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله لقاء تاني قريب ان شاء الله باذن الله. عايش، بنتعبك دايما دكتوره غاده. شكرا، تسلم جدا، الله يخليك.